بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وهي رسالة هامة صنفها المصنف ليبين براءة أهل التصوف من التهم التي نسبت إليهم، وليحفظ هذا الطريق من الضياع، حيث أنه انتسب إليه من ليس منه، كما أن المنافقين انتسبوا إلى الصحابة وليس منهم. فلو واحد نظر إلى سيرة المنافقين وكانوا من صحابة النبي في الظاهر وحكم على الصحابة من خلال المنافقين لأفسد الإسلام. كذلك لو نظرت إلى أهل التصوف من خلال من نسب إليهم وهو ليس منهم، تكون قد حكمت عليهم حكما خاطئا، واتهمت طائفة عريضة من المسلمين باتهامات باطلة، وغيبة المسلم حرام، والظن السيء فيه حرام، فما بالك بغيبة الأولياء والصالحين؟ فتجد أنك وقعت في أمر جسيم تحرم منه الترقي، وتحرم بسببه أنوار العبادة. ولذا وجب على كل مسلم أن يحسن الظن بالمسلمين أولا، ثم يتعلم الطريق الحق حتى يعلم الرجال بالحق، ولا يعلم الحق بالرجال، لأن الحق حج على كل الناس، فالحق حق. فإذا كان هناك رجال يقولون خلاف الحق، فتعلم أن كلامهم خلاف الحق، فلا يوجد إنسان حج على الإسلام، والحج على الإسلام هو نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجد أعداء الإسلام في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شميمة انتقاص، ولكن كل ما تناولوه في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم واضح البوار وواضح الضعف، والعلماء جزاهم الله خير انبروا للدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا يدافعون عنه وقد دافع عنه رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن. وقفنا عند أبو القاسم، عند أبي القاسم الجنيد بن محمد، الإمام الجنيد إمام الطائفة، الفاتحة لروحه وأرواح مشايخه وأساتذته ومحبيه وزواره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين آمين. سيد هذه الطائفة وإمامهم في الهامش يقول: قال ابن عربي في الفتوحات، يعني في كتابه الفتوحات المكية، هو سيد أهل الطائفة، كان من الفقهاء المتعبدين على مذهب الإمام الشافعي، وتفقه على أبي ثور، يعني الأول كان على مذهب أبي ثور، ثم بعد ذلك تشفع وصار على مذهب الإمام الشافعي، وتوفي ببغداد سنة 298 هجرية، يعني في أواخر القرن الثالث الهجري، وهو آخر أفضل القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه، كان الكتاب يحضروا مجلسه عشان ياخذوا الألفاظ وتركيبتها منه لبلاغته، والفقهاء لتقريره، والفلاسفة لدقة نظره ومعانيه، والمتكلمون لتحقيقه، والصوفية لإشاراته وحقائقه. يعني كلما حضر عنده إنسان في تخصص ما، كل يستفيد في تخصصه، كأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه فتحا كبيرا في مجالات كثيرة، فكان الكل يأخذ منه ويشرب من معينه كما يشرب الناس من النهر. وهو مدفون في بغداد، ومن الله علي أن زرته هناك الحمد لله، هو وشيخه اللي هو خاله السري السقطي، مدفونين في حجرة واحدة، حجرة واحدة ملحق بها مسجد هناك في بغداد وسط مقابر كثيرة،
رضي الله عنه وارضاه كان شيخه السري الثقفي وهو خاله، هو ده شيخه وخاله في آن واحد. من حكمه الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيهلكه. وسئل مرة عن الإخلاص والصدق، هل هما واحد أم مختلفان الإخلاص والصدق؟ فقال: الصدق أعم والإخلاص أخص. الإخلاص تحتاجه عند العمل، والصدق قبل العمل وعند العمل وبعد العمل. فالإخلاص أن تخلص عبادتك مما سوى الله من الخلق، والصدق ألا تنظر لنفسك أنت، لأنك أنت أيضا من الخلق، فلا تعجب بعبادتك بل ترى فضل الله عليك فيها. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. الصادق لا إعجاب له، والمخلص لا رياء له. هذه المعاني الدقيقة لا يستطيع أن يعبر عنها إلا هؤلاء العلماء المتحققين بالمعاني، لأنك إذا سألت إنسان لم يتحقق بها لا يستطيع أن يتكلم فيها ببنت شفر، وإن تكلم يتكلم ببعض الكلام الذي يحفظه فيكون خالي من التأثير ومن المعنى، بخلاف من يتكلم ويصف شيئا هو يعيشه. وقال: بني الطريق على أربع، يعني الطريق إلى الله مبني على أربع دعائم: لا تتكلم إلا عن وجود، ولا تأكل إلا عن فاقة، ولا تنم إلا عن غلبة، ولا تسكت إلا عن خشية. لا تتكلم، يعني لا تتكلم بحقائق إلا عن وجود هذه الحقائق فيك متحققة، وإلا تكون داعي، تكون داعي. فلا بد أن تتكلم عن وجود هذه الحقائق موجودة فيك. ها، لا داعي مدعية، يبقى بيدعي، والادعاء نوع من الكذب يحتاج إلى قرينة، والقرينة هي قرينة الحال. فلا تتكلم إلا عن وجود، أي يكون حالك مصدقا لما تتلفظ به. ولا تأكل إلا عن فاقة، يعني ولا تأكل إلا عن جوع وافتقار، لكن تأكل عن شبع، يعني تشعر الاحتياج، يعني تأخذ الضروري والحاجي وتترك التحسيني، لأن الانشغال بالتحسينيات قد يضيع العمر، فيكون احتياجك هو الضرور والحاجة، الشيء الضروري والشيء الحاجي يكفي. ولا تأكل إلا عن فاقة، ولا تنم إلا عن غلبة، مش تخش تنام وخلاص، لا، ما يغلبك النوم، وإلا هتضيع نفسك ووقتك في النوم. يعني لو بتنام كل ما تبقى فاضي تنام، كل ما تبقى فاضي تنام، امال هتعبد ربك امتى؟ امال هتتعلم امتى؟ يعني كيف تصل الى الله وقد ضيعت؟ لكن على اي حال، نوم الظالم عباد. ولا تنم الا عن غلبة، لان استشعارهم بالوقت استشعار قوي، كان يخافوا على وقتهم كما تخاف انت على مالك وعلى نفسك، بل وقتك هو نفسك، دي الحقيقة، ونفسك هي نفسك، ونفسك هي اللحظات، واللحظات هي عمرك، وإذا انقضى خلاص مش هيتعود. وعلشان كده كانوا ما يضيعوش اللحظات، درجة زي ما قرينا إن بعضهم كان يفتوله العيش لحسن، أما بيمضغ، أما ياكله ناشف بياخد وقت أكتر، هو عايزه على طول يزلطه كده عشان يشبع، لأنه لاحظ إنه لو مضغ او زلطوا كده هيفرق 50 آية تلاوة. فقال: لا بقى، ده احنا كده هنضيع عمرنا في الاكل، وانت تجيب اللب وتجيب القصب تمصه وشريط الفيديو تسهر عليه طول الليل وتضيع عمرك، وتقول انا مال ليه قلبي مضلم، انت اللي مضلمه، انت اللي مضلمه ومضيع عمرك. فتبطل بقى الحكاية دي، ويلا نتمشى نضيع وقت، ما وراناش حاجة النهاردة هنتمشى، مفيش الكلام ده. يعني الانسان اللي يعرف ربه لا يستأنس إلا بربه.
ولا تنم الا عن غلبه لاستشعاره بالوقت، انه الوقت هام. وهم علماء التصوف اللي قالوا كده، ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، ده كلامهم. ولا تسكت الا عن خشيه، ولا تسكت الا عن خشيه، خشيه الوقوع في الاثم او خشيه الاعجاب. يعني حتى لو تكلمت وبدات تتكلم ووجدت ان كلامك بقى الناس كلها معجبه بيه، كان بعضهم يروح ساكت مخافه ايه؟ ان يقع بقى في الاعجاب، ان هو كمان يعجب بنفسه، فيخشى الاعجاب والعجب يروح ساكت، او يخاف انه يتكلم لحسن يقع في الاثم. يا اما خشيه الوقوع في الاثم هذا في الكلام الغير مباح، او خشيه الوقوع في الاعجاب في الكلام المباح او في الوعظ وفي التعليم. فكان لا يسكت الا عن خشيه، ده دليل دوام المراقبه في كل حال قبل ان يتكلم، فيسكت عن خشيه الوقوع قبل ان يقع، ويراقب نفسه حال الكلام خشيه ان يعجب اثناء الكلام. فدليل ان المراقبه مستمره معاه قبل الكلام واثناء الكلام وبعد الكلام. ودي انت عارف قصه سيدنا علي بن ابي طالب وهو بيقاتل الرجل المشرك، معروفه كلنا عرفناها وسمعناها، عشان تعرف ان سيدنا علي كان بقى بيراقب نفسه حتى في شده المعركه وهو بيقاتل، ويبارز الرجل لحد ما وقع الرجل على الارض امام سيدنا علي، وحط السيف على رقبته فبصق في وجه سيدنا علي. اول ما بصق في وجه سيدنا علي سابه، لو انت طبعا تتغاظ اكتر تروح مديله بقى مكمل عليه، هو سيدنا علي سابه. فالرجل تعجب، قال: كنت اقاتلك لله، اما وقد بصقت في وجهي خفت ان اقتلك لنفسي. انا مش عايز اقتلك غضبا لنفسي، انا عايز اقتلك لله بس. ما كان من الرجل الا ان تاب ببركه هذا الفعل. فدوام المراقبه في كل حال هو ده اللي يرقي الى محل المشاهده ومحل التجليات. اصله من نهاوند، نهاوند بضم النون هكذا، نهاوند، ومنشأه ومولده بالعراق. اصله يعني اجداده من نهاوند، لكن هو ولد في العراق وعاش فيها ومات فيها في بغداد. وابوه كان يبيع الزجاج، فلذلك يقال له القواريري. القواريري يعني نسبة لمن يبيع القوارير اللي هي الزجاج. وكان فقيها على مذهب ابي ثور، وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن 20 سنة. صحب خاله السري اللي هو السري السقطي، والحارث المحاسبي، ومحمد بن علي القصاب، مات سنة 97 و200، وقيل 98 و200. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت محمد بن الحسين البغدادي يقول: سمعت الفراغاني يقول: سمعت الجنيد وقد سئل: من العارف؟ من العارف؟ في العالم والعارف. العالم هو الذي يعرف بالدليل، يعلم بالدليل، يعلم الدليل اسمه عالم. والعارف هو الذي يحكي عن مشاهدة وعن تجربة لا عن دليل. فرق بين أن تأكل عن جوع وأن تأكل عن شبع. فإذا استشعرت الجوع يكون الطعام له نكهة تانية غير أما تأكل وأنت شبعان. العارف يتكلم عن معايشة، عايش الحاجة اللي هو بيتكلم عنها، عايش بيوصفها، يعني هو حاله عين اليقين. هل العارف عين اليقين، وحال العالم علم اليقين. فعلم اليقين يصف ما لا يراه لكن يعلمه بالدليل، فهو محجوب، محجوب بالدليل. أما العارف فيحكي عن مشاهدة، حيث أنه اخترق الدليل إلى أن صار الأمر عنده عيان. قال: من العارف؟ قال: من نطق عن سرك وأنت ساكت.
يعني اللي ربنا يطلعه على الحقائق فيقول اللي بيدور في خلدك او يحل بعض المعضلات والمشتبهات للحاضرين دون ان يسألوا فيه. هو يأتي كده فجأة في وسط الدرس يروح معرج على مسألة ملهاش علاقة بالدرس، هو نفسه ما يعرفش ليه ربنا عرجه اليه برضه، علشان يكون في حد من الحاضرين يفكروا في هذه المسألة. فربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب لإزالة الأذى من الطريق الموصل إلى الله وهي الشبهات، لأن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وقد يكون هذا الطريق هو الحس، فإن كان الطريق حسي هذا لعوام المؤمنين، وإن كان الطريق المعنوي الموصل إلى الله فهذا لخواص العارفين. والكله يميت الأذى. نعم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول، سمعت أبا محمد الجريري يقول، سمعت أبا محمد الجريري يقول، سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال. لا، ده أخذوا بالمعايشة، خدوا بالمعايشة والتجربة، مش بيحكي لك فلان قال وفلان عاد، لا ده بيحكي حاجة هو عايشها. عارف انت اهل الصنعة اما يجي يحكي صنعته، اما يجي حداد يحكي الحدادة بتاعته، يقول فلان بيسخن الحديد ولا بتاع، ولا بيقول انا بعمل كذا واما يحصل كذا اشوف كذا، لانه عايشها صنعته ايده فيها. واحدة بتطبخ كل يوم تحكي الواحدة زميلتها ازاي بتطبخ، تحكي لها ولا تقول لها ابله صينيه قايله في الكتاب كذا، ما تقولهاش ابله صينيه قايله في الكتاب كذا لانها عايشه. واخدت بالك ازاي؟ عايشه المساله كل يوم، كل يوم في المساله. جراح بيحكي عمليه بيعملها كل يوم، بيحكيها لطلبه بتطلب الطب وبتتعلم الجراحه، تجد على طول تعرف ده عايش المساله ودخل اوضه العمليات واشتغل ولا ده حافظ الكتب. احنا كنا بنمتحن كانوا يعرفونا الاساتذه على طول، يقول لك الطالب ده بيشتغل ايده في الشغل، وده قاعد في بيته كل يوم يشرب قهوه وشاي ويفتح الكتب يحفظها، ده اونطاجي ده. يعني فرق بين العالم واللي معايش المساله، خدت بالك؟ على طول اي واحد في مهنته يعرف، اي واحد في مهندس بيشتغل في الانشاءات وبتاع، والتاني يا دوب قاعد يقرا جميع الكتب لكن ما بيخرجش يقف وسط الطوب والزلط والعمال والمقاولين يفرق كلامه ده تعرفه من كلام التاني اللي عايش المسألة، وهكذا كل واحد في منهم. هم كده بقى أهل التصوف يقول لك كده: لم نأخذ الطريق عن القيل والقال، يعني من الكتاب ده احنا عشناها خطوة خطوة. فهمت المسألة؟ ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع، يعني المعايشة. هو الجوع يقصد الجوع هنا يعني ايه؟ يعني عدم السير وراء الشهوات النفس. مش شرط الجوع يعني الجوع اللي هو من الاكل، لا، متطلبات النفس عموما. ما يجريش وراء متطلبات نفسه ويشبع نفسه، لا، باستمرار يبقى عنده رغبات يقمعها في نفسه حتى يقبح جماحها وحتى يستطيع ان يمتطيها ويركبها فتوصله الى الله، بدلا ان تركبه هي فيصير هو الذي يقود نفسه لا تقوده نفسه. علشان في بعض الطلبة يقرأ الكتب دي يقوم يبطل أكل ويفتكر الجوع وأنه يبطل الأكل، لا، مش المسألة كده. الجوع هي ترك شهوات النفس مطلقا، فالجوع ده رمز. لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، يبقى التعامل مع الحاجيات والضروريات، يبقى يترك المألوف والمستحسن ولكن يتعامل مع الضروري والحاجي، الأشياء الضرورية والحاجية هي بس وكفاية على كده. يوم ايه؟ يقل تطلعاته. والله سبحانه وتعالى قال للنبي ايه؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هو النبي مد عينه؟ ما مدش عينه، الكلام لينا احنا، الكلام لينا احنا عشان نفهم. النبي عرضت عليه الدنيا بل أوتي خزائنها كلها في يده صلى الله عليه وسلم، أوتيها وهو في المنام، لم يطلبها ولم يستشرف، أوتيها مناما صلى الله عليه وسلم دون استشراف ودون طلب صلى الله عليه وآله وسلم. بل كل ما أوتيه صلى الله عليه وسلم أوتيه دون استشراف،
ولا طلب ولا طمع صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان مستسلما مسلما أمره لله، وكلما استسلم إلى الله كلما فعل به الله ما طلبه الأنبياء من قبل، شرح له صدره دون أن يقول رب اشرح لي صدري، فقال ألم نشرح لك صدرك. عرض عليه خزائن الدنيا، وعرض عليه الجبال من قبل يقظة أن تكون في يده ذهب وفي يد غيره تراب، فأبى. فجاءه في المنام الملك بخزائن مفاتيح خزائن الأرض فأتيها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعطيها لأمته ويعطيها للناس أجمعين، لأنه هو القاسم والله معطي، الله يعطي فهو مصدر العطاء، والنبي قاسم وهو مظهر العطاء، بفرق كبير. ولذا يقول سيدنا أبي هريرة راوي هذا الحديث يقول فأنتم تمتثلونها بعد وفاة النبي، يعني كل واحد بعد كده ربنا بيفتح عليه فتح في مجال من المجالات، ما هو إلا أنه أخذ مفتاحه من يد النبي روحانيا أو يقظة على أحوال مختلفة، لكن لابد أن يكون كل خير يعيشه الناس إلى يوم القيامة ما هو إلا من يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنهم في الظاهر لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يفتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا محمد الجريري يقول سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول سمعت أبا علي الرذباري يقول سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة وقال، واحد قاعد قدام سيدنا الجنيد بيتكلم، فبيتكلم على أحوال المعرفة يعني والعارفين، فقال أهل المعرفة بالله يصلون يعني يرتقون يصلون إلى ترك الحركات أي الأعمال الظاهرة والطاعات الظاهرة، يعني رفع عنه التكليف يدم الأذان يقول لك قوم انت يا ابني صلي أنا وصلت خلاص، شغل الأوانطة بقى، ما هم دول اللي دخلوا في الطريق ولبسوا الخرقة التصوف والناس افتكروا ان هو ده التصوف، فقعدوا يشتموا في التصوف يشتموا في التصوف يشتم الصورة دي، هو مصور ان كل التصوف الصورة دي ده دول انتسبوا اليه وليسوا منهم، هم لما لقوا ان ده الطريق ده طريق هام ومهم، اي واحد يجد ان فيه طريق شريف لازم تلاقي ايه في ناس تتلطع كتير وعايزة تبقى ايه تنسب اليه وهم ليسوا منه، فده العاد. فبيقول هنا اهل المعرفة بالله يصلون أي يرتقون في معرفتهم إلى الله إلى ترك الحركات أي الأعمال الظاهرة من الطاعات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. أم سيدنا الجنيد رد عليه بقى بهدل، خدت بالك؟ لأنه يقول لك هنا بعدم وجوب التكليف خلاص، فقال الجنيد إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال يعني بسقوط التكليف يعني، وهو عندي عظيمة يعني من الكبائر العظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، لأن اللي بيسرق ويزني عارف أنه بيعمل حرام فمصيره يتوب، إنما اللي بيقول كده متصور أنه حاله كامل، هيتوب من إيه؟ ده هو شايف نفسه أنه حاله كامل، ادي معنى اللي يسرق ويزني اخف حالا من اللي بيقول الكلام، لانه اللي بيسرق ويزني عارف انه في معصيه، والتاني واقع في معصيه كبيره ومش عارف انه في معصيه متصور انه في كمال، ودي الخطوره. فان العارفين بالله تعالى اخذوا الاعمال عن الله تعالى، يبقى الاول العارفين اخذوها عن الله في حال السلوك تكليفا، ثم لما ارتقوا وعلموا رجعوا وإليه رجعوا فيها تشريفا. يعني ايه؟ يعني في حال السلوك انت تستشعر انك تجاهد من اجل العمل، فتجد نفسك انت الذي تعمل لله، فترتقي فتصير تعمل بالله، فيصير لا حول ولا قوة الا بالله، فلا ترى نفسك عاملا بل ترى الله عاملا فيك، ادي معنى رجعوا اليه به،
يبقى بدأ الأول عاملا أي ناظرا لنفسه يعمل، فاتضحت له الحقائق وارتقى، فوجد أن العامل هو الله، والله خلقكم وما تعملون، فاستمر في العمل مع اختلاف وجهة نظره لارتقاء وجهة نظره، لأنه نظر أن العامل هو الله فارتقى من الإعجاب بنفسه إلى تمام المنة إلى الله عز وجل، لأنه إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك كما قال. عادي معنى إيه؟ أخذوا الأعمال عن الله تكليفا أولا، ثم وإليه رجعوا فيها، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبدأ العمل لله أولا فارتقى، فعلم أنه راجعا إليه سبحانه وتعالى، فبدأ أولا بالعمل التكليفي يشعر بالكلفة في فعله في حال سلوكه، فلما ارتقى زال التكليف، زار التكليف وهو تكلف النفس في العمل، لا التكليف الشرعي بل التكلف والكلفة والجهد، لأنه صار معان في عمله مع كسوة الأنوار، حيث أنه علم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستمر في الظاهر في الحالين عاملا. ولكن فرق بين عمل العارف وبين عمل السالك، الكل يعمل والكل يصلي والكل يصوم، لكن فرق بين هذا وذاك، الأول يعمل لله والثاني يعمل بالله. لا يا سيدي، ما احنا تكلمنا الدور اللي فات ان فرق انها ينسب الى الله خلقا وايجادا والى العبد فعلا وكتابا، ودينا لك المثال خلاص وضحت. ولا انت عايز تثبت خالق غير الله؟ ما هو المعتزله وقعوا فيه واثبتوا ان العبد يخلق افعاله، فاثبتوا ان هناك خالق مع الله، دي مصيبه. فان العارفين بالله تعالى اخذوا الاعمال عن الله تعالى سلوكا واليه رجعوا فيها انوارا، فهمت؟ ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، يحال بي دونها يعني يرفع التكليف بقى، إما لشدة مرض أو زوال عقل أو شيء من هذا. وربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. يبقى أما يجي واحد لابس لك خرقة التصوف يقول لك إن مفيش أعمال خلاص أنا اتقيت، ما تشتمش المتصوفة، اعرف إن هو أونطجي، اتعود انك انت تعرف الرجال بالحق مش تعرف الحق بالرجال. انت الحق خلاص عرفت، اللي يقوله تعرف ان ده من اهل الحق، واللي يقول خلافه تعرف ان هو مش من اهل الحق، حتى لو كان هو مظهره ايه، ما تتغرج بالمظاهر. خدت بالك؟ دي نقطة هامة جدا. وقال الجنيد ان امكنك الا تكون آلة بيتك الا خزفا فافعل، يعني لو تقدر تخلي كل اللي في بيتك وادوات البيت بتاعتك فخار، الفخار يتكسر يعني ما يعيش، يعني كانه بيقول لك ايه، بيقول لك ما تطولش املك قوي، يعني ما تخليش عندك طول امل في الدنيا، واخد بالك؟ اي حاجه تقضي تبلغك المقيل ومشي حالك، لكن لو ربنا يسرها لك دون كلفه وحاجه حلوه خلاص، لكن ما تعلقش قلبك فيما لم ييسره الله لك، والا تعيش طول عمرك طهقان وايه وزهقان، تبص تلاقي طول عمرك بتجري ورا الدنيا، قاعد ربنا من عليك بشقه اوضتين، عايز تسافر وتشتغل ليل نهار علشان تخليها شقه اربع اوض، وعشان تخليها شقه اربع اوض عايزه مشقه، ما هي شقه خلوها مشقه، تبقى في ايه فيها مشقه، فيقوم يقعد له يشتغل له هناك 10 سنين يجي يخليها شقه ايه اربع اوض، وبعدين لما يجي بعد 10 سنين يلاقي الشقه الاربع اوض بقت غاليه قوي ومساحتها كبيره، وعايز يكسرها يخليها سيراميك، يروح شغال له سنتين كمان يروح مكسرها ويخليها سيراميك، على ما عملها سيراميك طلع حاجه اسمها جرانيت، قال لك لا احنا نكسر السيراميك ونخليها جرانيت لانه الجرانيت اقوى وما يتبريش ومش عارف ايه، هو بيتبري
هو قاعد بيتباري هناك، واخد بالك؟ والارض لسه اللي هيكسرها ما اتبارتش، وخايف لا تتباري. يا خبر ابيض عليك، هتضيع عمرك ورا الجرانيت والسيراميك والمش عارف الايشاني عامل ازاي والعفش عامل ازاي، وبعد ما ربنا يمكنه من ده كله يقول لك لا شقه في عماره، انا عايز عماره من بابها. يفضل يشتغل ويجيب له ارض ويبني العماره، الله عماره واحده ما تنفعش، انا عايز مش عارف شارع، انا عايز. ولا يملأ عين من ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. شفت هو بيكلمك بيفهمك، ما تاخدش الامور بحرفيتها، لكن افهم المعنى، ان قلبك لا يتعلق بما لم يقيمك الله فيه، فان اقامك الله فيه بلا تكلف ولا كلفه خير وبركه، تحمد ربك. واقامك في شيء تاني مش هو ده، ما تعلقش قلبك فيما لم يكتبه الله لك او لم ييسره الله لك، خلي قلبك معلق بالله وليس معلق بما ليس في يدك، لان الدنيا قصيره اقصر مما تتصور، والله اقصر مما تتصور. في دكتور زميلنا صديقنا يعني اكبر مني بثلاث سنين، كان اتصل بيا من حوالي شهرين كده، عامل مستشفى خاصه وجراح، قال احنا انا عايز نتعلم شويه جراحات المناظير، لان هو يعني قضى وقت بره كتير فما اتعلمش جراحه المناظير. فالمهم قلت له اتفضل معانا يوم عملياتنا كذا، تيجي يوم العمليات المناظير كذا. جه الراجل حضر ثلاث مرات، ورابع مره ما جاش، بسال عليه قالوا لي مات. مات فجاه وهو راجع من عيادته. فالموت يا جماعه هوى، واخد بالك؟ يعني يخوف، حاجه تخوف. يبقى صاحبك معاك امبارح، تاني يوم تسال عليه يقول لك مات، دفنوه خلاص. يعني انت بقى عندك مناعه يعني؟ طب ما انت ممكن تبقى انت مكانه. ففوق بقى، فوق بقى وسيبك من الجرانيت والسيراميك والعربيه مش عارف ايه، فوق بقى لنفسك شويه بدل ما تضيع. ان امكنك الا تكون اله بيتك الا خزفا فافعل. حكايه سهله، اسهل مما تتصور، والله الدنيا دي اسهل مما تتصور. انت اللي مصعب، في ايدك شويه طعميه اشبع، لازم تبص للكباب ما حبكش يعني، اشبع وخلاص، معاك كباب حلو الحمد لله، كباب ما يجراش حاجه، لقمه حاف حلو الحمد لله. انما ما تفضلش باستمرار كل حاجه ربنا يديها لك انت مش باصص لها، لا باصص اللي لسه ما ادهالكش، تفضل طول عمرك جعان ما تشبعش ابدا مهما ادالك، لكن تملي كده تبقى ممتن بما اعطاك الله ومبسوط، ولا تنظر الا لما انعم الله عليك، مش تنظر للي في ايد غيرك، لان ده احرى، احرى انك انت تحمد ربك على النعمه اللي اقامك فيها، لان اي نعمه في ما هو اكبر منها. فإلا لو تبص باستمرار للي اكبر للي اكبر للي اكبر، انت هتقول الحمد لله من قلبك، مش هتلاقي بقى وقت تقول الحمد لله من قلبك ابدا. لكن انظر لما انعم الله عليك تفضلا منه سبحانه وتعالى، وتعرف ان اللي حجبه عنك يمكن اكثر نعمة من اللي اعطاهولك، لان اللي حجبه عنك يمكن يشغلك اكثر، فربنا يريدك انك انت يفرغك له سبحانه. وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى اثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. او قل للوهابية هم اللي زعلانين من الصوفية، قل لهم هم الصوفية هم بيقولوا لازم نقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم. ومين يتعدى على اثر النبي؟ لولا النبي صلى الله عليه وسلم محدش هيوصل اصلا، ده هو ده اصلا الكتاب الاعظم صلى الله عليه وسلم، هو ده باب الوصول اليه سبحانه وتعالى. رسول الله، يعني ايه رسول الله؟ يعني هو الواسط، جعله الله واسطة بينه وبين عباده. السلام عليكم. والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، مش يألفوا كتب يشتموا في أولياء الله العالم المظلمين. طب افرض إن في ناس بتسيء الأدب في زيارة الأولياء، تقوم تشتم في الولي؟ الولي ذنبه إيه طيب؟ ده حاجة غريبة، حاجة غريبة الشكل. افرض أنت من وجهة نظرك إن دي ناس جاهلة بتسيء الأدب في زيارة الأولياء، طب الولي ذنبه إيه؟ والله شفنا كتب بيشتموا في الأولياء، ليه؟ حرام عليهم، من عادى لي وليا
فقد أذنتوه بالحرب، وتلاقي ربنا محاربهم، تلاقيهم مضلمين والله بالرغم انهم عباد حلوين وحافظين القرآن، وتلاقي وشهم مضلم. ليه يا ابني مضلم كده انت حافظ القرآن؟ تدور على الضلمة تلاقيها سببها حتة ايه، انه واقف ضد الاولياء، دي الضلمة اللي فيه، مع انه تلاقي ماشى يعني لابس جلابية بيضة وانت شايفها رمادي، حاجة غريبة سبحان الله. فلازم الواحد يحسن الظن في اولياء الله تعالى. كان مرة الشيخ عبد ربه سليمان، سمعتوا عنه؟ الشيخ عبد ربه سليمان كان ابويا زمان بيحضر له في سيدنا الحسين، وليه كتاب اسمه فضل الوهاب ظريف كده رادد فيه على الوهابيه، عامل فيهم عمايل سحلو. فالمهم يعني فسيدنا عبد ربه سليمان مره واحد كده من الوهابيه يعني جاي قاعد المجلس بتاعه، فبيقول له يا فضيله الشيخ انتوا بتقولوا ولي ولي ولي، ايه عرفني انه ولي؟ واخد بالك؟ قال له طب ايه عرفني انك انت ابن ابوك؟ قال له ان ابويا جوز امي. قال له احنا ما قلناش عليه جوز امك الا بشهاده اتنين بس، وده الناس بتقول عليه ولي مئات الناس، فدليل انه ولي اقوى من دلاله انك انت ابن ابوك. ايه رايك بقى؟ فرد عليه الرد الظريف ده، واخد بالك ازاي؟ فبيقول لك ربنا تاب عليه بقى وباس على ايد الشيخ وقام بقى يزور الاولياء. كان الاول متضايق خايف لحسن يزور ولي يطلع مش ولي، يعني يبقى زياره على الفاضي يعني. طب ما حسن الظن بالله كويس، حسن الظن بعباد الله حاجه كويسه. افرض قالوا لك ده ولي ورحت وطلع مش ولي ولا حاجه. طب ده جنب السيده عائشه كده في شارع كده في مقام كده، كنت كل ما اعدي عليه وانا رايح ازور الدكتور كمال اقرا الفاتحه، مقام كده ما اعرفش لمين، انا ايه مقام كده ومبنى كده وبتاع، اقرا الفاتحه على الناس اللي ميتت. فبعدين بسال الدكتور كمال، قال لي دول حراميه. عارفوا اللي هناك في الوسط كده بيقولوا ده الظاهر دول كانوا ناس حراميه وبعدين جايين يسرقوا مش عارف ولي من الاوليه فماتوا في الحته دي، فعملوا لهم مقام يعني علشان يذكروا الناس بمعاداه اعداء الاوليه يعني بيجرى لهم اللي يجرى لهم. واخد بالك ازاي؟ فايه المشكله يعني؟ وانا الفتح اللي قريتها دي كانت قبل كده يعني احسنت الظن بيه، انا ما اعرفش قالوا حراميه. فما يجراش حاجه يعني، حسن الظن بالناس مش مشكله، انك انت تحسن الظن بالناس سيبهم لله يا اخي، ايه المشكله يعني؟ يقول لك ما تروحش تزور سيدي بشر، سيدي بشر ده اللي هناك في اسكندريه ده ما كانش ولي ولا حاجه، ده كان راجل كده مش عارف ايه وبتاع، وقال الملك مش عارف مين ملك مصر اللي قبل الملك فاروق معدي كده فقالوا لهم ابن الجامع وسموه سيدي بشر. ايه يعني؟ افرض ان انت رحت يعني وقريت الفاتحه لسيدك بشر، ايه المشكله يعني؟ لا سيدك انت يا سيدي مش سيدي. طب سيدي انا يا سيدي ما يجراش حاجه. سيدي انا يا سيدي ما يجراش حاجه. وحتى لسيدي العجم ما يجراش حاجه، ولسيدي كرير. نقرا الفاتحه كلها يا سيدنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني بطل حنشطة واعل شوية واحسن الظن بالناس وبطل بقى بطل. ها؟ أصل وفصل ربنا هيبعث يوم القيامة، ربنا هيحاسب كل واحد وخلاص وخلص. لكن احنا ما هنزوره بنزوره واحنا متصورين، ما تزوروش الأولياء كتير غيره، بلاش أبو حصيرة ده مؤقت، ما هو جاله شؤم اليهود من كتر ما اليهود راحوا له وجاله الشؤم بتاعه، فابعد عنه ما يجراش حاجة. هو لا يدير شيء، ان كان صالح لا يدير شيء ما يقدرش. خدت بالك ازاي؟ يعني مش ناقصك يعني ولا هينتقص حاجه، لكن انت تحب الناس ويبقى عندك حسن ظن بالناس وعندك اعتذار ليهم، ولما تلاقي واحد في معصيه تستره وتشفق عليه لانه ممكن يتوب ويبقى احسن منك، انت ما تعرفش انت هتموت على ايه ولا تعرف اللي في العاصي ده هيموت على ايه بعد كده، انت ما تعرفش، الامور كلها مخبأة، سبحانه وتعالى ستر عباده كلهم، حتى العاصي ربنا سطر نهايته ما تعرفش. في اكثر من فرعون اختلفوا في ايمان، قال لك ده قال لا اله الا الله، واخد بالك ازاي؟ لكن الراجح انه ميت على الكفر خلاص، ده الراجح يعني. لكن انا بقول لك في اكثر من كده يعني، في اوحش من فرعون، شوف ربنا خلى فيه خلاف ولو ضعيف انه ناجي ولا مش ناجي، ولو ضعيف علشان يبين لك كمال ستره، ادي المساله بس. فيعني مفيش داعي انك انت تبقى راجل ايه بتحسب لي كل حاجه.
والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، يعني تبقى دائم البشر مع إخوانك طالما هم مش في معصية، واخد بالك إزاي؟ دوام البشر مع إيه؟ ما لم يكن إثما. إنما لو كان إثم تسترهم وبعدين تنصحهم بينك وبينهم، فهمت إزاي؟ تسترهم، لأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، خدت بالك إزاي؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وانت هتستر المسلم وهو بيصلي؟ ها؟ محتاج ستر يعني وهو بيصلي؟ هتستر المسلم وهو بيحج؟ هتستر المسلم وهو بيفطر من الصيام؟ وهو بيزكي؟ عايز ستر هو هنا؟ هو عايز ستر وهو بيسكر. عايز ستر وهو بيزني. عايز ستر وهو بيسرق. يبقى عايز ستر وهو في معصية. يبقى الستر هو في حال المعصية مطلوب تستره الأول. ما تفضحوش. وبعدين بينك وبينه بقى كلمه، لأن من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ أخاه جهرا فقد فضحه وشانه، خدت بالك؟ والصحبة مع الجهال، الجهلة اللي هم عصاة الناس، بالدعاء لهم والرحمة عليهم. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله يقول: سمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. يا سلام، وإن تطيعوه تهتدوا. شفت الآية جميلة؟ أهو بيقول معنى الآية بس كمنه عاشها، عايش الآية، فقال لك تفسيرها من غير ما يقول الآية. أدي معنى المعايشة، إنك تعيش المعنى، مش تفضل تردد كلمات زي الببغاء وبعدين مش فاهم معناها. لا، لو يؤمر السنة على أفعاله ظاهرا وباطنا، يعني يجعلها هي قياده، هينطق بالحكمة. يبقى خلاص الآية بتقول: وإن تطيعوه تهتد قولا وفعلا. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. المبتدعين إياهم اللي انت عارفه شركوا المسلمين، جعلوا المسلمين مشركين. دي أكتر من كده، أكتر من كده بدعة؟ ده حاجة غريبة. ما هم مش فاهمين بس جهلة. مصافحة المؤمن باليد بدعة. كلامهم هم أصلا نفسهم بدعة. هم ظهورهم كده في وسط الناس يكلموهم في زي العلماء من علامات القيامة. فيهم بينتشر. ولا بينتشر ولا حاجة. لا في القرية جنبنا في كده ناس كده واحد. معلش، ما هم سطحيين. فكرهم سطحي، نسيرهم ربنا يهديهم. لما هو خلاص الفكر الوهابي اصلا ربنا كسر، ففي خلال 20 سنة هتجده يختفي، والبترول قرب يقل هناك، فكانوا زمان يروحوا يتعاقدوا يتعلموا يشتغلوا هناك في السعودية ويتعلموا الفكر الوهابي ويجي يلخبط لنا. دلوقتي ما بقاش في تعاقدات والفلوس قلت، هيقعد هنا، هيوم يجي هنا يتعلم ربنا هيشفيه. ها؟ يا خبر. ايوه ربنا ينجي. ايوه لا يلا، هم في خلال 20-30 سنة ان شاء الله هتلاقي الفكر ده خلاص انطفأ لوحده، واخد بالك ازاي؟ ان شاء الله ما تقلقش. وقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. في الهامش من أقوالي أيضا: حق على من أعزه الله بالطاعة ألا يذل نفسه بالمعصية. أصل التعلق بالخيرات قصر الأمل. أصل أنت تصور أنك أنت متصور أنك أنت هتموت النهاردة قبل ما يدن الظهر، هتروح تقعد على القهوة؟ هتروح تعمل معصية؟ صح؟ لان خلاص بقى انت هتموت بعد ساعة. يبقى قصر الامل ده دليل كل خير. انما طول الامل يقول لك ايه، هضرب ضربة واحدة وبعدين ابني جامع واتوب. طب وانت ضامن يعني تعيش؟ وبعدين الله طيب لا يقبل الا طيب، خدت بالك؟ الله طيب لا يقبل الا طيب، يعني حتى المنطق بتاعك ده غلط من الاصل، انك تعمل حرام وبعدين تتوب. الله، انت بقى ما يمكن تموت على الحرام، انت مش عارف طول الامل. هو متصور
ان هو ربنا هيديله العمر لحد ما يعمل الحرام ده، وبعد ما يعمل الحرام ده كمان تفضل نيته زي ما هي عايز يتوب. اصل مشكلة ان الحرام ده كمان يغير نيتك، فهمت ازاي؟ لان اول ما بتاكله الحرارة والطاقة اللي بتطلع من الحرام عايزة تتصرف في المعصية مش عايزة تتصرف في الطاعة، فتلاقي كل جسمك وطاقته عايزة تروح للمعصية. انما لما تاكل حلال تلاقي الطاقة اللي طالعة من الحلال عايزك تصلي وتصوم وتبقى حاجة حلوة قوي. وعشان كده يقول لك يعني اللقمة الحلال افضل من ديك رومي حرام. في عبده كانت بتعمل البتاع دي موائد الرحمن ديك الرومي، فالناس تصوم طول النهار تروح تاكل الديك الرومي بتاع فيفي عبده، يسهروا فين؟ يسهروا مع التلفزيون، واخد بالك، يتفرجوا على الكلام الفارغ. واللي كان قرص طعمية في عيدة الرحمن اللي عاملها الحج مش عارف قرني في حي مش عارف ايه، يقضي الليل في صلاة التراويح في الجامع، لان قرص الطعمية ده من فلوس حلال والتاني من فلوس حرام، فهمت ازاي؟ فتملي كده، ما تدخلش في فمك حاجة الا تكون حلال، الطاقة اللي هتطلع منها هتطلع حاجة حلوة، تملي كده. اصل التعلق بالخيرات قصر الامل، وما دمت تتبع شهواتك وارادتك فانت مسجون، فان فوضت امرك الى الله وسلمت استرحت، اي مع العمل. اصحب الاغنياء بالتعزز، يعني ما تستشرفش لما في ايديهم. راجل غني بقى يقول لك يحط ايده في جيبه كده بيطلع المنديل عشان ينف، تفتكره هيطلع فلوس يديها؟ طب ليه يا ابني؟ ده هينف، ده عنده زكام. خلي قلبك مع الله، ما تستشرفش الا من الله العاطي الوهاب، فهمت ازاي؟ عشان كده يقول لك اصحب الاغنياء بالتعزز، تستعز كده تبقى حاجه كده كبيره. والفقراء بالتذلل، تواضع تواضع، فهمت ازاي؟ فان التعزز على الاغنياء تواضع والتذلل للفقراء شرف، علامه السعاده شرف التواضع، يعني فعلامة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون مردودا، والشقاوة أن تعصيه وترجو أن تكون مقبولة، قلناها في الأول جميلة. ونقف، ما فيش ولا مرة بعرف أخلص اللي أنا عايز أخلصه، لأن كفاية كده على أي حال. أصل الكلام على الصالحين ده ينور القلب. شفت سيرة الأولياء بتدي لك طاقة إنك أنت عايز تبقى حاجة كويسة بعد ما تقعد قاعدة زي دي، أكتر ما تقعد قاعدة تتعلم فيها آداب الاستنجاء، صح؟ ما هو نيجي، فما بالك بقى اما تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، النور كله بقى يبقى من جميع الجهات. اذا كان دول يا دوب خدوا شعاع كده، شعاع بسيط كده من شعاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام معاهم يعني يطمئن القلوب ويدي طاقه. عشان كده يا جماعه لو انت جاي يقول لك تحتفلش بالموالد مش عارف ايه، الموالد ما هي الا مناسبه لذكر احوال الصالحين حتى نزداد شوقا اليهم، ونزداد حبا لهم، والمرء يحشر مع من احب، ونزداد تطلعا الى ان نقتفي اثارهم، ونزداد تطلعا لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصلوا بمحبته. يبقى ادي الهدف من الموالد، مش الهدف من الموالد فتح عينك تاكل ملبن، مش الهدف ده. وان كان برضه فتح عينك تاكل ملبن مناسبه للعيال الصغيره، ما انت بتجيب عيالك في المول، العيال الصغيره دي عايزه تعمل ايه؟ تتمرجح. فالواد يتمرجح وانت تخش تسمع كلمتين حلوين، كل واحد بياخد الحاجه اللي تناسبه، فهمت ازاي؟ في السن اللي يناسبه. يوم الواد يتمرجح تعجبه المرجحه قوي، يا واد اتمرجحت ايه؟ اصل زمولي سيدنا الحسين، يحب سيدنا الحسين لانه يوميها اتمرجح. لما يكبر هو مش هيتمرجح طول عمره، ده هو هيتمرجح لحد ما يوصل سن معين يبطل مرجح، لكن يتبقى معه يحب سيدنا الحسين، فهمت ازاي؟ مش معنى كده ان انا بشجع المراجيح ولا حاجه، لا، لكن انا بقول لك انك انت تنظر للامور بنظره واسعه، نظره واسعه يعني وسع صدرك شويه. مش يجي يقول لك حلاوه المولد بدعه، حلاوه المولد ايه البدعه اللي فيها يا ابني؟ ده حلاوه وسكر وده مباح وده مباح وشويه دقيق وسمسم والشغلانه مخلطينهم على بعض، يعمل لك منها عروسه، يعمل لك منها قرصه، يعمل لك منها بتاع لفوفه، او كله مباحات، فهمت ازاي؟ اصنام بيسجدوا لها بياكلوها يا سيدي. فالعيل الصغير يجي ياكل الحلاوه يقول لك الله حلو قوي يا بابا، اقول له دي حلاوه مولد النبي يا ولد، يقول لي الله النبي ده حلو قوي يا بابا، يقوم يحب النبي لانه ده طعمه،
لانه العيل الصغير في سن الحس عايز كل حاجه يحسها ويدوقها ويلمسها. ففي سن الحس ده بتديله الحاجه اللي يحسها ويدوق طعمها حلو. فهمت ازاي؟ وبعدين لما يجي يكبر يلاقي نفسه بقى ايه، مش عايز ياكل الحاجه الحلوه حسا، لا عايز الحلوه معنى. فيقوم يبتدي بقى ايه يتعلم بقى سيره النبي المعنى، يقوم يعيش مع المعنى. حكايه سهله. فلما تيجي تنظر للامور بالنظره الواسعه دي يعني تلاقيها حكايه سهله، ما تبقاش عايش يعني في تزمت وقلقان وطهقان زي العيال اللي في المعصره اللي لموا بعضهم من الجامع ويلا ننكر المنكر. ده اللي من حوالي اسبوعين ثلاثه وطلعوا كسروا كل النصبات بتاع حلاوه المول، قال علشان بيغيروا المنكر، لان حلاوه المول دي منكر كانت مخيبه. طبعا اتقبض عليهم لان ضيعوا ماليه الناس، لان حلاوه المول دي فلوس، تجار جايبينها بفلوس. فجاء البوكس لمهم ورزعوا معلقه وخدوهم على الاسم. طب ليه يعني؟ هلا فكرت انك انت تروح تضرب مثلا المحل الخمرجي اللي فاتح على ناصيه الشارع؟ ده مقطوعه دي مثلا. وان كنت لو عملت كده تبقى ابتعدت على الحاكم، وغلط برضه لان الاسم على الحاكم مش عليك. لكن لو عملت كده يمكن يبقى ليك وجهه نظر، ما يعني مثلا نقول اه دي خمره بقى، ولا طلعت على القهوه ضربتهم اللي بيشيشوا. ايه رايك يعني الشيشه ولا حلاوه المولد يا ولا؟ حاجه غريبه قوي، حاجه غريبه، عيال غريبه دي. ها اللي هيطلب راح يقعد، واللي ما يطلبش يبعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلا ذكر الله. في سؤال بس وننصرف، بيقول كيف يحصل للإنسان على هذه العلوم، علوم أهل الله، بدوام المراقبة والمتابعة بتحقق مقام الإسلام وهو ظاهر الشريعة، وتحقق مقام الإيمان وهي المعاني الباطنة في أنك لا تقصد إلا الله في أعمالك الظاهرة، وتراقب نفسك على ذلك في كل حال مع كمال التواضع والتذلل للمسلمين، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الذكر توصل. سهلة سهلة الحكاية والله، سهلة أسهل مما تتصور. بس أنت متصور أنك أنت عايز تعمل كده شهر، تبص تلاقي تبقى راجل بقى كلك كرامات، بقيت من أهل الخطوة، عايز تروح تصلي العشاء هناك في ليه؟ عايز تبقى حاوي يعني؟ عايز تبقى حاوي ولا ولي؟ وفي سبيل ناس متصورة أن الولاية لابد لها من علامة الكرامة. لا، الكرامة ليست علامة للولاية أبدا، بل الاستقامة هي عين الكرام، الاستقامة هي عين الكرام. والسؤال الثاني، ما الفتح الذي أخبرتمونا في المجلس الماضي أن سيد الشيخ صالح الجعفري فتح الله عليه من طريق المدح؟ الفتح ده أنك أنت تنتقل من الدليل إلى المدلول، من العلم إلى المعرفة، هو ده الفتح. أنك تتحول من ذاكر إلى مذكور على لسانك. فرق كبير بين أنك أنت ترى نفسك فاعلا وترى الله فاعل فيك. فإن رأيت نفسك فاعلا فأنت سالك، فإن رأيت الله فاعل فيك فأنت عارف. آدي الفتح، فتنتقل من حجاب العلم إلى نور المعلوم. فهمت ازاي؟ والفرق بين هذا وذاك كالفرق بين الحي والميت بالظبط. فهمت ازاي؟ وعلامته كثيرة، وأعلاها رؤية النبي يقظة، أعلاها رؤية النبي يقظة، أعلاها. لكن ليست هي فقط، لا مش أعلاها، مش هي الوحيدة، لكن أعلاها رؤية النبي يقظة، دي علامة الفتح الأكبر. ايه؟ الان انت يعني يجي مفتش هناك في السعوديه يخش يلاقي القبر فاضي يقول لك ايه ده؟ ويبلغ البوليس. الحكايه ليست كما تتصور،
في حاجة اسمها عالم مثال يا ابني، في حاجة اسمها عالم المثال، عالم المثال فتمثل لها بشرا سويا. في عالم المثال يأتيه بالمثال، لا بالجسد الشريف الموجود في القبر، ولكن بالمثال. والروح لها أن تتشكل بالأشكال الشريفة، فتأتي روحه صلى الله عليه وآله وسلم متشكلة في جسده في الظاهر فتراه ظاهرا، وله أن يتشكل في أكثر من موضع في آن واحد، في آن واحد، يبقى بيسلم عليك وبيسلم على مية زيك في نفس الوقت، وضريح جسده موجود. إن الله على كل شيء قدير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لأن المسألة مثال بالروح وليس بالجسد. الجسد ما هو إلا زي البدلة، أنت قلعت بدلتك وحطيتها في بيتك، واخد بالك إزاي، وخرجت، تبقى إيه ليك تعلق، ما زلت ليك تعلق ببيتك لأن حاجتك فيه، يعني روحك متعلقة بالبيت، لكن أنت نفسك منطلق بره. فهمت إزاي؟ كذلك الروح أول ما تطلع من الجسد ده طلعت من البدلة اللي كانت لابساها، فتبقى ترى من جميع الجهات، لأن الروح أصلا نورانية دراكة مدركة عالمة لأنها سر من الله. فهمت إزاي؟ فترى كل الأكوان تبقى أمامك زي صينية الطعام أمامك كده، شايفها كلها في آن واحد، كل بقعة في لحظة واحدة، دي الروح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على أمتي في لحظة واحدة. فهمت إزاي يا سيدي؟ وعشان كده ممكن يحضر جلسة هنا ويحضر جلسة هناك وجلسة هناك في وقت واحد. والإمام السيوطي ليه رسالة في الحتة دي، ها؟ ليه رسالة في الحتة دي، مش فاكر، اللي هو أن النبي في كل مكان، ها؟ لا، وفي حاجة تانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كمان ممكن يرى في كل مكان، واخد بالك إزاي؟ لا، الخبر الدل على وجود الأوتاد والأقطاب، يعني في رسالة في الحاجات دي، لأن المسألة مش مسألة الجسد. هو أنت لازم علشان تبقى قاعد هنا وانت في الدنيا كده تبقى لابس بدلتك اللي انت سايبها ببلدك؟ طب ما انت ممكن تلبس بلوفر يا اخي، تجيلي بقميص نص كم زي النهارده كده، ايه المشكله يعني؟ تيجي بجلابيه. فهمت ازاي؟ تيجي باي حاجه، مع ان انت عندك. فهمت ازاي؟ فالجسد حاجه، والحياه البرزخ دي حياه روحانيه ثانيه غير حياه الدنيا. يا سيدي هو مش فاهم، هو عايز يقيس حياه البرزخ بمقاييس حياه الدنيا، فده ما غلطان، مش فاهم ازاي احياء عند ربهم يرزقون وهم ما بياكلوش ولا يشربوا مثلا ولا يتغوطوا، لان حياة تانية ارحب زي حياة اهل الجنة او قريبة منها، واخد بالك، لا تفتقر لطعام ولا لشراب، لكنهم احياء. طب ما الملائكة احياء ولا ميتين؟ احياء، لكن ما بياكلوش ولا بيشربوا ولا بيناموا، واخد بالك، ولا يتزوجوا لانهم لا يصفوا بالذكورة ولا بالانوث، واحياء. هو انت لازم الحياة يعني تبقى لازم تدخل الحمام وتستحم وتتشطف وتعمل، هي دي الحياة يعني عندك بس؟ طب ما انت كنت في بطن امك حي وما كنتش بتدخل الحمام، ولا كنت بتاكل ببقك، كنت بتاكل بصريتك. حاجة غريبة قوي، في حد ياكل بصريته؟ انت كنت بتاكل والله كنت بتاكل بصريتك وانت في بطن امك. فهمت ازاي؟ وكنت بتتنفس بايه؟ بصريتك، لان مفيش هوا جوه، ده ميه، ده انت قاعد جوه ميه يا عم، مين علمك العوم؟ بتغرق في شبر ميه في الدنيا بعد ما تتولد، وانت عيل كنت بتلعبط في ميه. دي حياه ودي حياه ودي حياه، وانت في ظهر ابيك، ما هي حياه برضه، حياه الايه؟ حياه الذر، عالم الذر، حياه برضه. هل تدركها انت؟ ليها قوانين مختلفه، كل مرحله ليها قوانينها المختلفه، ما تقيدهاش بقى بان دي زي ما انت متصور، لا، ده انت مش متصور حاجة خالص. قارن حياة الدنيا بحياتك وانت جنين في بطن امك، فرق كبير في ساعتها، صح؟ تصور الدنيا قد ايه ورحم الام قد ايه، الفرق بين ذلك وبين حياة البرزخ كالفرق بين دي ودي. اول ما تطلع روحك ان شاء الله يعني بعد عمر طويل يعني نقية الى بارئها مطمئنة، هتبص تلاقي نفسك انطلقت انطلاقة تقول ايه ده؟ ده ايه الخيبة اللي انا كنت فيها دي؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما بتقول ستنا فاطمة لما لقيته بيتألم في مرض وفاته بتقول وا كرب ابتاه،
قال لها ايه؟ لا كرب على ابيك بعد اليوم. ايه الحلاوه دي؟ يبقى هينتقل حاجه ثانيه اعلى، حاجه ثانيه اعلى، لا كرب على ابيك بعد اليوم، خلاص. فهمت ازاي؟ فيبقى دي حياه مختلفه، ليها قوانين مختلفه غير القوانين اللي انت متصورها. فهمت؟ لا، فما تحجرش واسع، وربنا خلق لك امثله للحياه مختلفه بقوانين مختلفه. خلق لك الملائكه احياء وليهم قوانين مختلفه، والجن احياء وليهم قوانين مختلفه. ده انت العظمه بتمصمصها وشويه وهتندغها وترميها تبقى فيها لحمه للجن ياكلوها. متصور هذا؟ انت مش متصور هذا، لكن النبي لما قال لنا صدقنا. لكن انت شايفها؟ لا، مش شايفينها. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بايه؟ بالعظام وبالرجيع. ده الرجيع اللي بترجعه البهايم بتاعت الانس، بيبقى بعد كده غذاء لبهائم الجن. الله، الجن ليهم بهايم؟ ليهم بهايم، سبحان الله، حاجه عجيبه. شايفهم؟ حاجه غريبه. امال ايه يعني مش مصدق ان النبي حي في قبره والشهداء احياء في قبورهم؟ الحياه بتتفاوت مراحلها ومظاهرها على حسب كل طور وكل حال، والله يخلق ما يشاء ويختار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا تحجر واسعا. فهمت ازاي؟ لا، سلم الامر لله بس، والله اعلم. ايوه. ايوه. ده ما اتجننش، ده راجل كان كويس، ليه تفسير كويس، كان راجل عالم بس بي ايوه، ده ليه تفسير قران عجيب. ايوه عم. ده كتاب كانه كتاب كيمياء وكتاب احياء وجايب صور، كان راجل علامه كبير. انا بيتهيألي بقى تحضير الروح دي بيجي القرين من الجن يلعب معاهم، اصل قرين الجن ده بره لعبي، عايز يعمل شغل. ايوه، اصل قرين الجن يجننهم. يجي قرين الجن يا سيدي في مجالس تحضير الارواح ده، بيجي القرين الجن اللي كان مع الحي القديم ده، ويجي يتكلم على لساني ويقول لك اخبار، وتقول جا روح الميت جت، هو قرينه. فهمت ازاي؟ ادي المساله. ويقلب لك الدنيا ضلمه، وساعات كمان يعمل لك انفجارات وبتاع، ويخض الناس ويعمل لك لعب لانه جاي يضحك على الانس. ربما، ما اعرفش والله، عايزين نسال. نسال الطبيب الشرعي. ايوه، احنا قلناها دي كتير. انتوا النهارده مش ناويين تروحوا؟ انا عايزين نمشي بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الشفع. فكانوا يجوا يقولوا لك ايه؟ انت بقى مذاكر ايه يا ابني اكتر حاجه؟ ما هو ده بقى عايز يشقطك. هتيجي انت تختار الموضوع، تيجي تغلط فيه، يقول لك بقى اللي انت مختاره ومذاكره مش عارف تجاوبه، امال اللي انت مش مختاره تبقى ايه فيه؟ روح مسقطك بس. فده اخطر حاجه. كنت انا افتكر كلام سيدي ابو الحسن الشاذلي اول ما يقول لي كده. هو الفر من المختار، اقول له لا، اللي تختاره انت يا سعاده الدين، والله اللي تختاره. شكرا. ربنا يسهل. واسيبه هو بقى يقعد يفكر، الاقي ربنا كده يكرمه ويقول لي حاجه، حتى لو غلطت شويه هو اللي مختارها بقى. يبقى انا مغطي على نفسي برضه، واخد بالك؟ تبقى حاجه رحمه يعني. انما اوعى تختار في الامتحان الشفوي، اوعى تختار. فانت في الدنيا بقى كل يوم في امتحان على فكره، انت في الدنيا وفي كل لحظه، بس انت لحظه الامتحان دي بتبقى متذكره. ليه؟ لانها مركزه قوي، فبتبقى فاكرها. لكن هي الدنيا كلها اختيارات على فكره. كل يوم انت بتختار، كل يوم في كل لحظه بتختار. فاحسن حل انك انت تخرج من اختيارك الى اختياره سبحانه، وترضى بقى باختيار، مش تندم. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن، ابا الرحمن، ابا الرحمن قال لا، ابا عبد الرحمن، بس انا عندي ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن محمد الشعراني يقول: سمعت ابا عثمان يقول ذلك، ولما تغير على ابي عثمان الحال، يعني وهو في مرض وفاته، يعني زي ما تقول اغموا عليه كده، مزق ابنه ابو بكر قميصا على نفسه،
يعني ايه حزنا على ابيه، يعني عشان الناس قاعده بقى يعني هيقول ابوه يموت يعني وما يعملش حاجه يعني. فهو بقى بيعمل الحكايه دي بقى من باب ايه، انه يبين يعني شده هلعي على ابيه. ففتح ابو عثمان عينيه وقال: خلاف السنه يا بني في الظاهر علامه رياء في الباطن. انت بتعمل كده يعني علشان ما يلومكش يعني يقولوا انك تعمل كده عشان ابوك؟ اديك عملت خلاف السنه، دل على انك تراعي الناس في الباطن. شفت ايه؟ لقطهاله على طول. الناس دي عينيهم بتبص للقلب، تخاف منهم. كنت نظره الذي ايه؟ يبصر به، ويده التي يبطش بها، وسمعه الذي يسمع به. يسمع بالله، الله، وينظر بالله مش بنفسه. ادي معنى ان هو ذهب اليه بالاعمال وعاد اليه بكسوه الانوار في الاعمال ولم يتركه. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. يبقى خلاف السنه في الظاهر يدل على رياء في الباطن. شفت المعنى الجميل؟ سمعت محمد بن الحسين يقول، ده يرد على الملامتيه شويه. مذهب الملامتيه اللي هم ربوا نفسهم بخلاف السنه في الظاهر مع التحقق في الباطن. وعلشان كده هذا المذهب مات بعد كده في التربيه، مذهب الملامتيه. ده كانت مذهب كبير، مذهب كبير، وكان ليه رواد كتير، وكان اولياء كتير وصلوا بيه. اولياء. لكن بعد كده مع تصفيه الطرق المختلفه للوصول الى الله، وجدوا ان هذا الاسلوب وان كان موصل الى الله لبعض الناس الا انه يعني خلاف الاولى فتركوه. خلاف لا يظهر نفسه امام الناس عشان يسقط نفسه من اعين الناس ويسقط الناس عنده، بخلاف السنه في الظاهر، ويبقى في الباطن في حال الكمال علشان الناس ما تعرفش ده ايه، امعانا في اخفاء الحال. فزي مراد بيه اللي انا ضربت لك بيه مثال الدور اللي فات، سمعته عن مراد بيه؟ ضربنا بيه مثال، كان راجل والي في اول هذا القرن، واخد بالك؟ وناس كتير تابت على ايديه، وكان يروح يجيبهم الخمار ويتوبوا من عند سيدنا الحسين، مسجد فيه قبر. يلا يا سيدي. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن احمد الملامتي يقول، اهو ملامتي من الملامتيه. ها؟ سمعت ابا الحسين الوراق يقول، يعني يسمع ان الصلاه بتقام مثلا وهو متوضي، يوم يتلكع ويلف في الاروقه كده، وبعدين يروح نصلي في اخر الصف في يمين بعيد عشان الناس وهي داخله مسرعه يشوفوا ماشي في اتجاه مخالف، يقولوا ده ما بيصليش، ده مش عارف ايه. ادي طريقتهم، هم طريقتهم كده. فهمت ازاي؟ عايز يخبي حاله بحيث حتى ما يعرفش الناس انه بيصلي اصلا، حتى ما يعرفش الناس انه بيزكي، ولا يعرف الناس انه بيصوم، ولا يعرف الناس حاجه خالص. هو مش عايز يبقى ليه حاجه في الناس، ولا الناس ليهم حاجه عنده. فهمت ازاي؟ ده مذهبهم يعني. يقول سمعت ابا الحسين الوراق يقول، سمعت ابا عثمان يقول: الصحبه مع الله، الصحبة مع الله يعني دوام المعاملة مع الله. أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه أنت الصاحب في السفر؟ يعني أنت الرقيب علي وأراقبك مراقبتك إلي. فهمت إزاي؟ فلما تستشعر أنه معك سبحانه، الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. لما تستشعر المعاني دي خلاص بقى هتعصى، هتغفل عن ذكره، ما تقدرش. الصحبة مع الله أي مراقبة الله ودوام معاملة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. يبقى المعاملة مع الله تقوم بحسن الأدب، والأدب هو الأدب الشرعي، ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. ودوام الهيبة يعني الخشية التي ينبني معها العمل مع المراقبة. والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو الرسول خلاص بقى في الايه، في قبره صلى الله عليه وسلم، وإن كان فينا. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. والآية دي خاصة بينا احنا، ده خاصة بالبشر جميعا. رسول الله فينا من لدن آدم. واعلموا أن فيكم رسول الله، آية عامة تشمل كل العصور وكل الأحوال وكل الأكوان،
لأن رسول الله هو أول المسلمين، أول المسلمين بنص القرآن، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ما حدش قال أول من أسلم ولا أول المسلمين إلا رسول الله في القرآن كله، والأكوان كلها مسلمة ولا مش مسلمة؟ مسلمة. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يبقى مين أول الأكوان؟ هو رسول الله، لأنه أول المسلمين. آدي معنى يا أول خلق الله، افهم من القرآن. عشان كده يقول لك الناس على المنابر، الجماعة الأونطاجية يقول لك الناس على المنابر يقولوا أول خلق الله أونطاجية، بيجيبوا المعنى ده منين؟ ده أنت اللي أونطاجي، أنت اللي هشبان. ده المعنى ده من القرآن، ده غباوة. أول المسلمين والأكوان كلها مسلمة، يبقى النبي سبق الأكوان. سهل، واضحة من القرآن كده. طيب ومن السنة، أنا أول الناس خلقا وآخرهم بعد، صلى الله عليه وسلم قايل كده. واعلموا أي يا أيها المكلفين في لدن من لدن كل عصر أن فيكم رسول الله. هو رسول الله مش كان فينا؟ وكان في سيدنا آدم، وكان في سيدنا نوح. وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين. خلاص، ما هي واضحة الحكاية، سهلة. يبقى صحبتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم تستوعب معنى أن فيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنك لا تحيا إلا برسول الله فيك. استجيبوا لله وللرسول إذا لما يحييكم، فلا تحيا إلا برسول الله فيك، باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم تستشعر أنت هذا المعنى، فاتبعه في سنته، واتبعه في أدابه. فإن استشعرت المعنى فصرت من الخواص، إن لم تستشعر المعنى صرت من عوام المؤمنين. والكل ناجي إن شاء الله، الكل ناجي، ولكن المسألة مسألة استشعار، مسألة. وعشان كده سيدنا المرسي أبو العباس تلميذ سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقول: لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي مسلم. ليه؟ لأنه كان مستشعر هذا المعنى أن فيه رسول الله. فهمت ازاي؟ وفي الأكوان سرا ساريا، في الأكوان ما من قسم يتم وما من عطاء يتم إلا ورسول الله من ورائه. ما من ريح تهب ولا مطر ينزل ولا خير يوزع إلا ورسول الله من ورائه، حيث قال: إنما أنا قاسم والله يعطي. وجاء يعطي بفعل المضارع الدال على التكرار والحدوث. مع تكرر الحدوث الإعطاء يتكرر القسمة، ولا بد أن تكون القسمة قبل العطاء. فدل على أن كل عطاء يأتي، يأتي من الله مصدرا ومن يد رسول الله قسمة صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم رضوا بالله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اللي تغيب عنه المعاني دي ما يضرش، من أهل الإيمان بس، ومن دونهما جنتان. من أصحاب اليمين اللي تظهر فيه حقائق الأولانية، ده من المقربين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ففي أبرار وفي مقربين، وكله من أهل الجنة، والجنة واسعة لا تضيق واسعا، لا تضيق واسعا. وتظن ان الاشياء اللي غابت عن ذهنك وفهمك ان من يفهمها مخطئ، ابدا. الحكاية بسيطة، وربنا رحمته واسعة، لم يجعل الجنة لأهل فهم واحد، بل جعل الجنة لأهل الفهوم المتفاوتة سبحانه وتعالى. ويعطي لكل انسان على قدر فهمه، والفهم من عطاء الله اصلا، فالكل من الله سبحانه وتعالى. والصحبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم. يعني ما تعملش حاجة في الباطن في الظاهر مخالفة، ده بيرد على مذهب الملامتية شوية خفيف، يعني انك انت تبقى ظاهرك مش مخالف للسنة في اي لحظة من اللحظات، بل يكون حالك على الكمال، خدت بالك؟ والصحبة مع اولياء الله تعالى بايه؟ اللي هم وراس النبي بقى، اللي هم وراث النبي اللي خدوا الوراثة المحمدية، واخد بالك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له أعوان. إذا كان إبليس له أعوان، مش عايز النبي يبقى ليه أعوان؟ دي حاجة غريبة أوي يا أخي، سبحان الله عليك.
سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول: كان الجنيد يدخل كل يوم حانوته ويسبل الستر. يعني كان عنده دكان، يعني بيشتغل، يعني من أهل الأسباب. تقول لي أنت عايز أبقى من أهل التجريد، طب اقعد اشحد بقى، خليك من أهل التجريد واقعد اشحد. غلط. كانوا يتسببون وهم من أهل التجريد، يأخذون الأسباب في الظاهر وهم من أهل التجريد في حقيقة قلبهم، لأن التجريد هي حقيقة في القلب. ألا ترى إلا الله فاعلا، وألا ترى إلا الله رازقا، وألا يتعلق قلبك إلا بما فتحه الله لك. هي ده التجريد بصحيح. مش التجريد أنك أنت تقعد عواطلي في الجامع ومستني واحد داخل عشان يديك مبلغ، ما ينفع. هو ده التجريد. أنت بعد ما كنت معلق قلبك إلى الله بقيت معلق قلبك بالداخل بالخلق. فهمت ازاي؟ فكانوا هما حاجة تانية مختلفين. كان الجنيد يدخل كل يوم حانوته ويسبل الستر، يعمل الستار، ويصلي 400 ركعة ثم يعود إلى بيته. يا سلام. ما هو كان بالنهار بيعمل ايه؟ أصله كانوا يحبوا يخبوا حالهم. هو يخرج يدخل الحانوت، الناس تفتكر انه من أهل الأسباب. خدت بالك ازاي؟ ويسبل الستار، الناس اللي في السوق فاكرينه قاعد بينظم الايه؟ البضاعة. واخد بالك؟ وهو قاعد بيصلي. فهمت المسألة؟ وبعدين يصلي 400 ركعة، يعني ايه؟ يعني دليل انه بيصلي صلاة خفيفة. هي الفتحة وآية، والله أكبر، فتحة وآية، الله أكبر. ليه؟ علشان لو حد طلب منه يقوم يجاوبه بسرعة. ما يحسسوش انه هو، ويطول بقى في الصلاة بالليل بقى. شفت طريقتهم؟ عشان يخبوا حالهم، يخبوا حالهم عن كل الناس، ما كانوش يحبوا يشهروا. فلما رفضوا الشهرة شهرهم الله. لكن اللي يطلب الشهرة ربنا يخزيه. لكن هم ما كانوش يبصوا للشهرة. وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد حين مات، يعني كان في أواخر أيامه، فرأيته ختم القرآن. يعني كان عنده ختمة القرآن، دليل ان ورده شغال، القرآن شغال، بيختم كل فترة بنظام لحد اخر لحظة لحد ما مات. فرأيته ختم القرآن ثم ابتدأ من البقرة وقرأ 70 آية ثم مات رحمه الله. يعني بدأ ختمة جديدة، شغال برده ومات، يعني هيكملها ان شاء الله في قبره. هم هكذا، هكذا هم في قبورهم يتشرفون بما كانوا عليه من حال كامل مع الله. بيقول في الهامش هنا: لا يسمى، دي من أقواله يعني، لا يسمى عبد عاقلا حتى لا يظهر على جوارح شيء ذمه ربه. يعني ما يتسماش ان العبد ده عبد عاقل الا لما كل جوارحه ما يظهر عليها ما يرضاه الله. انما لو ظهر على جوارحه ما يأباه الله يبقى لا، لسه ما عندوش عقل. بني الطريق على اربع أريناها، لكن هو كررها هنا: ألا تتكلم إلا عن وجود، ولا تأكل إلا عن فاقة، ولا تنم إلا عن غلبة، ولا تسكت إلا عن خشية. وقال: صفاء القلوب على حسب صفاء الذكر وخلوصه من الشوائب. يجعل أحدهم بينه وبين قلبه مخلا من الطعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. يعني يملى كرشه كده وبعدين عايز يروح حلاوة المناجاة، ما هيفقر. أول ما هتشبع عايز تنام بقى، هتجد حلاوة الذكر منين؟ خدت بالك؟ طريق التصوف عنوة لا صلح فيها. عنوة يعني اجتهاد دائم، عنوة يعني قوة. خذ الكتابة بقوة، مش ربك قال لهم كده حتى البني إسرائيل؟ خذ الكتابة بقوة، يعني عنوة، يعني بهمة عالية، همة عالية. لا يصفو قلب لعمل الآخرة إلا إذا تجرد من حب الدنيا. طول ما انت متجرد من حب الدنيا تلاقي اعمال الاخره جميله في قلبك. نفعنا الله به وبذكره. ومنهم ابو عثمان سعيد بن ابي اسماعيل، سعيد بن اسماعيل الحيري. الفاتحه لروحي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جبريل ولا جبريل؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. الحيري.
لا هي الحيري نسبة للحيرة. حيرة دي مدينة في نيسابور. المقيم بنيسابور وكان من الري صاحب شاه الكرماني ويحيى بن معاذ الرازي، ثم ورد نيسابور مع شاه الكرماني على ابي حفص الحداد. فاكر ابو حفص الحداد؟ قرينا عنه زمان اللي مسك الحديد نسيانا في الذكر وبعدين مشي. سيدنا ابو حفص الحداد ده حماه بقى، شيخه وحماه، جوزه بنته ورباه. هو الاول رباه شويه وبعدين جوزه بنته وتعلم العلم منه سيدنا ابي حفص الحداد، واقام عنده وتخرج به وزوجه ابو حفص ابنته. بيقول من علامة السعادة، من علامة السعادة ايه؟ ان تطيع الله وتخاف ان تكون من اهل الشقاوة، ومن علامة الشقاوة ان تعصى الله وتريد ان تكون من اهل النجاة. شفت الجمال؟ يعني تبقى بتعصى وترجو ان تكون مقبولا، ده اسمه كلام؟ تعصى وترجو ان تكون مقبولا، هي دي الشقاوة بعينها. لكن السعادة انك تطيعه وتخشى ان تكون مردودا. فهمت ازاي؟ تبقى خايف. ده كلام جامد عالي للي يفهمه وينفذه. بس اصل المهم الكلام ده على فكرة انك انت يعجبك قوي لما تسمعه، لكن يعجبك اكتر لما تعيشه، ويعجبك اكتر لما تعمله نبراس حياة بقى. تمام. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأن الخوف مقام الطائعين والرجاء مقام العاصين. خدت بالك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى اللي أسرف على نفسه في المعصية مقامه إيه؟ ألا يقنط من رحمة الله، يعني يرجو. ومقام الطائع إيه؟ الخوف، ألا يقبل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا مش شرط، كل الطرق هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش شرط. لكن هو لما بتنتمي الى طريقة ويكون شيخك في الطريقة على علم بالقرآن والسنة وسلك وعارف، بيأثر لك السكة. زي اما تركب عربية مع واحد مشي في الطريق ده كذا مرة، هتحتاج تسأل كل شوية؟ خلاص انت هتركب وتنام ويصحيك لما توصل، يعني سهل لك الامر. ممكن اذا غاب شيخ النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا بقى يدله على الشيخ. الاوراد العاديه المعتاده اللي في الاحاديث المعتاده، ختام كل صلاه، يطعم حلال، يشفق على المسلمين، يتقن عمله، يعيش في حياته كده بيحب الناس ويلتمس لهم الاعذار، ويحب النبي ويكثر من الصلاه عليه، تمام. او انت عايز منه ايه تاني؟ هو بقى في سكته دي حاجه من الاثنين، يا ربنا هيدله على الشيخ اللي ياخد بايده، يا اما شيخه سيدنا رسول الله مباشره، ايه المشكله يعني؟ بس. لكن مش مطلوب انك انت تقعد تنقب يعني. هو ربنا هيخليك تخبط في الشيخ. اصل شيخك ده اللي في الظاهر ده هو اصلا عباره عن الوارث المحمدي اللي ربنا بعته لك ياخد بايدك. بس هو ده المقصود. بس ما هو كان الصحابة يعني ايه الطرق؟ اصل الطرق دي وسائل تطبيق للشرع الشريف، وسائل تطبيق لاختلاف احوال الناس ومرضهم المعوق عن الوصول الى الله. يعني في فرائض متفق عليها كل الامة، كويس، وفي سنن رواتب كل الامة عليها، وفي امور معروفه من الدين بالضروره كل الامه فيها. نيجي بعد كده بقى في حاجات ثانيه اللي هي فيما وراء ذلك يتفاوت فيها الناس بقى. يعني انت فيك طبع مثلا حاجبك عن الله غير الطبع اللي حاجب فلان الثاني ده عن الله،
يبقى ده عايز وسيله علاج غير الوسيله بتاعتك انت، لان انت مرضك غير مرضه. فهمت ازاي؟ في اثناء الوصول الى الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يجي لواحد يقول له اوصني، يقول له لا تغضب. تاني يقول له اوصني، يقول له عليك بالصوم. تاني يقول له اوصني، يقول له عليك بالذكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل كل واحد على الحاجه اللي تناسبه. فهمت ازاي؟ ويروح له سيدنا عمر بن الصامت يقول له لا تسال الناس شيء. وعاهدني على ذلك، يعهد. واخذ عليه العهد اهو. يبقى عهد كل واحد بما يناسبه. ادي معنى الطرق، طرق تربيه مختلفه. زي انت لما يبقى عندك 5 اولاد، ولادك كلهم مش مسلمين؟ مسلمين، لان النسب تبع الاب. فلازم مسلمين، حتى لو اتجوزت جنيه مالناش دعوه. فهمت ازاي؟ النسب تبع الاب، النسب الدين يعني. النسب والديانه تبع الاب الاعلى، تبع الاعلى يعني. حتى لو واحده مسيحيه مسلمه اتجوزت واحد مسيحي حرام. طب ان جابت عيال يطلعوا مسلمين ويفسخ بينهم ويفرق بينهم، لان تبع الدين الاعلى. فهمت ازاي؟ الدين يتبع الاعلى. فالمهم انت اولادك الخمسه دول عيال مسلمين حلوين، لكن تجد ان كل واحد ليهم طبع شكل، فكل واحد محتاج اسلوب تربيه شكل عشان تطلع منه انسان كامل. ففي منهم واحد يجي بالزجر، واحد تاني يجي بالمكافاه، واحد تاني يجي بالنظره. فهمت ازاي؟ واحد تاني يجي بانك انت ما تقولوش حاجه، اعمل قدامه بس وهيقلدك. يبقى تتفاوت الطرق التربيه. فهمت ازاي؟ فالطرق دي طرق تربيه، مش اديان مختلفه، ده طرق تربيه بس. ادي المساله. فهي الخلاف خلاف اسلوب تربوي، وهي طرق علاجيه للامراض. وعلشان كده تجد ان صيدليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السنه مليانه ادويه كتير، لكن مين بقى اللي يعرف دواه هو ده من السنة؟ لأن ما تستطيعش أنك تنفذ كل السنة على فكرة لوحدك، عمرك يضيق وما تقدرش تنفذ كل حاجة. فأنت محتاج تعرف من صيدلية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي دواء وأي جرعة تناسب مرضك عشان تعافى. اللي بيعرفك هذا هو الشيخ بقى المربي. فهمت المسألة؟ وعشان كده تتعدد طرق التربية لتعدد وتيسيرا على العباد، لان ربنا اراد ان كل العباد يوصلوا له سبحانه وتعالى، فما ضيقش عليهم الطرق. لو خلاها طريق واحد يبقى زحمه قوي، ده انت تتخنق تتصعف. فهمت ازاي؟ لكن ربنا وسع الطرق بحيث انك انت لو واحد مثلا بيجي له حضور في الذكر مع الجهر والجماعه، يوم يلاقي ناس بتجهر وتجمع مع بعضها، واحد تاني عنده حضور في الذكر مع الصمت والسكون، يلاقي ناس تانيين بيعملوا صمت وسكون، ده مناسبين ليه، ملوش دعوه بدول، دول هيضروه لو قعد معاهم. فهمت ازاي؟ يبقى لكن واحد تاني يحب الوسط، لا صمت خالص لانه بيسرح وينام، ولا جهر خالص لانه ما يحبش الجلبه، هو طبعه كده هادي كده. فهمت ازاي؟ يقوم يلاقي نفسه تاني مين بيذكره بالطريقه دي، وهذا بيذكر كده وده يذكر كده وده يذكر، عشان ربنا عايز العباد كلهم ذاكرين. ويقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وتذكروا جهر وتذكروا سر وتذكروا من الحركه وتذكروا من السكون، واختار اللي يناسبك وسيب الطريق واسع للناس. هذه المساله. فتجد السنه واسعه. ليه؟ كل ده واسع. طبعا. امال ايه؟ امال ايه؟ صراط الناس. مش الرسول صلى الله عليه وسلم ده بعث للناس كافه للابيض والاسود؟ امال ايه يا ابني؟ هو انت دلوقتي هو بيسأل بيسأل. هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش بعث للناس كافة ولكل عصر ومش هيجي نبي تاني؟ خلاص بقى يبقى لازم يناسب كل الأذواق. ودي بقى إعجاز الشرع الشريف. إعجاز شرع النبي الشريف إن هو يناسب جميع الأذواق والطباع اللي هتيجي ليوم القيامة. كل واحد يجد له فيه أسوة. دي العجيب والعجاب في سيرة النبي اللي هي 23 سنة بس. 23 سنة بس. جمع الله في نبيه ما تفرق في الخلق اجمعين ليوم القيامه. لا يوجد موقف تقفه اي انسان ولو ذكر او انثى في الطفوله في الصبا في الشباب في الكهوله الا وتجد لرسول الله فيه اسوه. هات لي كده واحد تاني يبقى عنده اسوه كده في كل موقف ما تجدش الا رسول الله. عجيبه. وعشان كده سيره النبي معجزه. ربنا سبحانه وتعالى دي معجزه خفيه ولم يذكرها احد. من المعجزات. سيرة النبي معجزة من المعجزات العجيبة. هات واحد كده جرب انت مع نفسك، أي موقف تعيشه،
اي موقف تعيشه وتذكر السيرة تجد ان الرسول اللي عاش هذا الموقف واشد. فهمت ازاي؟ مهما تتعدد المواقف. طيب بلاش انت راجل، ما هو سيدنا الرسول كان راجل. هات واحدة ست ما تجدش موقف تعيشه الا وتلاقي رسول الله عاش. حاجة غريبة قوي دي، دي حاجة عجيبة، حاجة من اعجب ما يمكن في سيرة النبي، ما تجدهاش في سيرة نبي اخر ابدا. واخد ليه بقى؟ علشان الناس كلها تجد فيها الاسوة. ايوه والله يسيبه طبيعي، ده طبيعي خلاص. التكلف هو اللي وحش، اللي وحش هو التكلف. ما يجراش حاجة، يتمايل ما تتميلش، يتمايل ما تتميلش، ما تفرقش. سيدنا إبراهيم ما كان يتمايل بيتمايل طبيعي، يعني هو يهتز من الذكر بالوجد الطبيعي مش بالتكلف. فإذا جاء بلا تكلف خير وبركة، إنما ما تتكلفوش وهو واقف برضه ما يجراش حاجة. إيه المشكلة؟ سيدنا علي مش كان يعني يشوفوه هو بيصلي بالليل يقول يميل كما تميل الشجرة مع الريح ويقول يا دنيا غري غيري يا دنيا غري غيري؟ كان يبص عليه كده من الباب، الواحد بيعمل كده بالليل ويذكر ربه يمايل تمايل الريح ويبكي ويرى الدموع نزل على رقبته ولحيته ويذكر، وكان بيتمايل اهو. ايه المشكله؟ احنا اللي بقينا يعني ميلتنا ميله شديده. ليه؟ لان احنا نظرنا للامور بنظره سطحيه. انما انت سيب نفسك بلا تكلف، ربنا بيقول على نبيه وما انا من المتكلفين. اقعد اذكر ربك كده كده بلا تكلف. والله حسيت انك انت ابتديت تتهز، خلاص سيب نفسك. بس عارف لو جات لك الهزه طبيعيه وجيت انت منعتها صرت متكلفا، خرجت من حلاوه الذكر. فهمت ازاي؟ ولو انت قاعد بتذكر وقعدت تميل في نفسك خرجت برضه من حلاوه الذكر، لانك بتعمل شيء مع الذكر. لا انت اقعد اذكر كده مع الله. وسيب نفسك، انسى نفسك، انسى نفسك لدرجة يجوا ينادوا عليك ما يسمعهمش، يقولوا الراجل الجذب مبروك عليك يا عم مجذوب. سيدنا رسول الله بيقول اذكر الله حتى يقال انك مجنون، يعني مجذوب يعني. واخد بالك ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انسى نفسك في الذكر، يعني عيش مع الله، اخرج من كل ما سوى الله. خدت بالك ازاي؟ ادي المعنى. انما الطرق اللي الناس بيشوفها بالمناظر دي بيجدوا في ناس تخش في وسط الذكر ده تهز وتعمل وتضحك وتهرج وفي السوق يقولوا هو الدين ده؟ طب ما هو ده متكلف، هو الدين ما فيهوش تكلف. العيب مش في الذكر، العيب في التكلف. فهمت ازاي بس؟ لكن الذكر جائز على اي وضع وعلى اي حال. ربنا ما قيدلكش. تذكره حتى وانت على الجنابه. بس من غير قرآن. هو انت مش بتصلي جماعة؟ والصلاة دي ذكر الله أكبر؟ حاجة غريبة أوي. إذا كان ربنا عمل لك نموذج للذكر الجماعي في الصلاة الفريضة ونموذج للذكر الجماعي في صلاة السنة اللي هي زي التراويح، واخد بالك؟ عشان تعرف إن في ما وراء ذلك جائز. إيه المشكلة؟ والصحابة كانت تقعد مع بعض جماعة كده ودخلوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم ماذا أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله، واخد بالك ازاي؟ ونحمده ونهلله. قال آه الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا آه الله ما أجلسنا إلا هذا. قال إني لا أستحلفكم كذبة لكم ولكن جبريل أتاني وقال أن الله يباهي بكم ملائكة. الصحابة كانت بتذكر أهو. إيه المشكلة يعني؟ الصحابة طول عمرها بتذكر. هو انت فكرك احنا اللي ألفنا الحاجات دي؟ ابدا، ده الناس دي شافوها من اجدادهم واجدادهم من اجدادهم واجدادهم من اجدادهم لحد الصحابه. لعلمك، لان النقل العملي اقوى من النقل القولي. النقل العملي ده اقوى. انت لو تدور اي واحد في اللي قاعدين دول هتلاقي جده صحابي او جده النبي. انت ازاي على طول كده؟ اي واحد من اللي قاعدين من امه النبي كده بص عليه كده يا جده صحابي يا جده النبي على طول. فهمت ازاي؟ واختلطت الانساب بدخول النساء كمان. هتلاقي جده النبي حتى من جهه الامهات يبقى. واخد بالك؟ هو مش واخد بالك. فهتبص تلاقي الحاجات دي كلها جت نقله. نقلناها عن اجدادنا واجداد اجدادنا واجداد اجدادنا لحد الصحابه لحد النبي.
صلى الله عليه وسلم. حكاية سهلة. الله يكرم. انت الوقت عايز تحل كل مشاكلك في قاعدة واحدة؟ احنا عايزين نخلص هنا. ما تحلش مشاكلك في كل قاعدة. حاجة حاجة. حاجة حاجة. عشان نخلص ايه؟ الشيخ اللي احنا بدأنا. مات سنة سيدنا ابو عثمان سعيد ابن اسماعيل الحيري. مات سنة 98 و200. الله ده نفس السنة اللي مات فيها سيدنا الجنيد. تقريبا. وعاش بعد ابي حفص نيفا و30 سنة. يعني حاجة و30 سنة بعد حمامة مات. وشيخه حماه وشيخه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت ابا عمرو بن حمدان يقول: سمعت ابا عثمان يقول: لا يكمل ايمان الرجل حتى يستوي في قلبه 4 أشياء: المنع والإعطاء والعز والذل. يا سلام. المنع والإعطاء والعز والذل سواء عنده كل حاجة واحدة. ليه؟ ليه تستوي؟ لأنه صدر إلى مصدر الشؤون أنها من الله. كل يوم هو في شأن. يعز من يشاء، يذل من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، فالمصدر واحد هو الله. فلما كان المصدر واحد والله لطيف بعباده وهو من عباده، فيستوي عنده المنع والإعطاء والذل وإيه والعز، لأنه يعلم أن الله لطيف به على كل حال. فإن منعه العز وأذله علم أن الذل له خير، وإن أعزه ورفع عنه الذل علم أن العز له خير، وإن أعطاه علم أن العطاء له خير فحمد الله، وإن منعه علم أن المنع بل لا يبلغ العارف درجة المعرفة إلا أن يرى المنع عين العطاء. فهمت؟ لأنه نظر إلى مصدر الشؤون ولم يغتر بمظهر الشؤون. لأنك أنت يا إنسان مظهر الشؤون والله هو مصدرها. أنت ظل الأشياء، ظل صفات الله عز وجل، تعينها، لأن الصفات لم تكن متعينة محسوسة، فأراد الله أن يكون لها تعين في الخارج، فخلقك أيها الإنسان لتكون ظلا لشؤونه ولتصرفاته سبحانه وتعالى. فلا يكن لك اختيار، بل يكن لك عين الرضا والكمال. فإن كان لك عين الرضا والكمال، هل المرآة لها اختيار في الصورة التي تعكسها؟ لا اختيار له. كذلك كن أنت صورة الصفات. فهمت ازاي؟ فأدي معنى كلامه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول: سمعت بعض أصحاب أبي عثمان يقول: سمعت أبا عثمان يقول: صحبت أبا حفص مدة وأنا شاب. كان شاب لسه بيتردد على أبي حفص الحداد، فطردني مرة وقال: لا تجلس عندي، قوم روح. كرش. فقمت ولم أوله ظهري. قام وراح مديله، بقى ماشي ومديله وشه وماشي كده مرشدير يعني ورا، هو وشه ليه. فقمت ولم أوله ظهري وانصرفت إلى ورائي ووجهي إلى وجهه حتى غبت عن عينيه، وجعلت على نفسي، يعني نظرت على نفسي، أن أحفر على بابي حفرة لا أخرج منها إلا بأمر. فقعد على باب بيته عمل حفرة وراح قاعد فيه، وقال: والله ما انا متحرك الا ما يقول لي. ده دليل ايه؟ ان الشيخ المربي قد يقسو على تلميذه، اما تهذيبا له او اما عشان يعرف مدى حرصه على انه يسلك الطريق ولا لا. فلو كان حريص هيرجع له تاني، لو مش حريص مع السلامة مش هيجي، لانه ده مش هينفع اصلا، ده مش نافع، مش هيبكي عليه. يبقى الشيخ احيانا يقسو على المريد بتاعه علشان يجربه، بيجربه، واخد بالك؟ هو جاي بيتسلى ولا جاي ناوي يصبر؟ لو جاي بيتسلى مش هيستحمل غلوه، يشخط في شخطه ما يجيلوش تاني، مع السلامه بقى، ما يضيعش وقته معاه. لكن لو كان عنده حرص، انت في المدرسه يا اخي عشان حريص تاخد الشهاده يودوك عند الناظر ويرفدك، وتروح تجيب ابوك وتتحايله على الناظر وارجوك ومعلش ودخل الواد تاني وده ابنك علشان خاطرنا. ليه؟ عشان عارف انك انت حريص على ان الواد ياخد الشهادة، مش عايز يترمي في الشارع. فهمت ازاي؟ او كان المشايخ ساعات يعمل، ساعات بعض المشايخ.
فلما راى ذلك، لما عرف ان هو حريص بقى وما رضيش يروح، وقعد له على الحفره، كل ما يفتح الباب ليه قاعد؟ الله. يوم اتنين تلاته قاعد ادناني، قال له طب تعالى يا ابني ادخل ادخل، خلاص انت نجحت. ادناني وجعلني من خواص اصحابي، مش كده وبس، وجوزه بنته. قال: وكان يقال في الدنيا ثلاثه لا رابع لهم، ابو عثمان بنيسابور، والجنيد ببغداد، وابو عبد الله بن الجلاء بالشام. طبعا ده بالنسبه لاهل عصرهم يعني. وقال ابو عثمان: منذ 40 سنه. شفت بقى انه بيستوي عنده المنع والعطاء والذل والايه والعز، فبيقول وهو عايشها، بيقول: منذ 40 سنة ما اقامني الله تعالى في حال فكرهته، ولا نقلني الى غيره فسخطته. يا كمال الرضا، كمال الرضا، بس بشرط ان يكون هذا الحال غير مذموم شرعا، والا وجب له التوبه منه، لان لو كان الحال مذموم شرعا يبقى انت اللي اقمت نفسك فيه، مش اللي ربك اقامك فيه، لان ان تشكروا يرضه لكم، ان الله لا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. فاذا كان الانسان في حال معصيه يا اباء الشرع ما يقولش ربنا اقامني، اما يبقى يزحزحني، لا ده انت اونطاجي بقى. فهمت ازاي؟ ده انت اونطاجي، لازم تتوب. يبقى اذا اقمت، انظر فيما اقامك فيه، ان كان معصيه فمن نفسك عليك بالتوبه، وان كان في غير معصيه من ذل او عز او فقر او عطاء او منع او غير ذلك من الامور المعتاده، تقلبات الدهر، فعليك ان تسكن مع تقلبات هذا الدهر، لان الدهر هو الله وهذه قسمته. ادي المعنى. فهمت ازاي؟ يعني ما اقامه في مرض وتمنى العافيه، وما اقامه في عافيه وتمنى المرض، وما اقامه في فقر وتمنى الغنى، وما اقامه في الغنى وتمنى الفقر، بل كان في كل حال مع الله على ما يريد. ادي المعنى. ده دليل مقام الرضا العالي، انه وصل لمقام عالي قوي اللي هو مقام الرضا وعدم الاختيار. مقام الرضا وعدم الاختيار. زي سيدنا ابو الحسن الشاذلي قال ايه؟ اذا اخترت فاختر الا تختار. اذا اخترت، افرض ربك سبحانه وتعالى تجلى عليك وقال لك اختار يا عبدي، فاختر الا تختار. وفر من المختار الى ما يخلق ما يشاء ويختار. لان اختياره لك افضل من اختيارك لنفسك، لانك كلك جهل. انا الجاهل في علمي، فكيف لا اكون جاهلا في جهلي؟ اذا كنت انت جاهل في علمك، ده الواحد في علمه اهو ليل نهار قاعدين بنشتغل في جراحه، بتجيلنا حالات والله لحد دلوقتي نبقى مش عارفين نعمل فيها حاجه، وتقول له حتى لما تلاقي نفسك مش عارف تعمل فيها حاجه تقول هنعمل كونسلتيشن، يعني نلم كام دكتور كده في التخصص الشاطرين ونلمهم على الحاله، والكل يقف كده وتروح مفيش حل. جاهل، جاهل في علمه، فكيف لا يكون جاهلا في جهله؟ واخد بالك؟ يعني انا جات لي حاله والله من الزقازيق، عندها ورم في الفك، عملته قبل كده من 5 سنين، رجع تاني الورم، يبدو ان هو من نوع الخبيث البطيء، طالع شابك في ايه؟ في قاع الجمجمه، وشابك في قاع العين، وشابك هنا اهو، وشابك في اسنانها، وشابك حاجه بشعه، هنشيل لها ايه؟ يعني هي في رقبتها يعني؟ حاجه غريب. وجايبها لي دكتور جراحة فك، بيقول لي علشان انت جراح قوية يعني عايزين نعملها سوا، قلت له نعمل فيها ايه ان شاء الله يعني؟ نذبحها يعني؟ هنعمل فيها، نقول بسم الله الله اكبر ونزكيها. ف يعني في حالات كده ما تقدرش تعمل لها حاجة. رحت اعمل معاها ايه؟ قلت لها شوفي يا ست، كان ابنها معاها، انت معاكي فلوس؟ قالت لي انا مستعد اعمل عملية وادفع لكم اللي انتوا عايزين. قلت لها خلاص الفلوس اللي هتدفع لنا دي روحي هاتي بيها عجل واذبحيه ووزعيه للغلابة خليهم ياكلوا بنية الشفاء، واديتها صيغة صلاة على النبي وقلت لها واصبي عليه. واخد بالك؟ وخدتها وروحت. وما جاتش تاني، حاجة من الاتنين. يا ربنا هيخففها ببركة الله، يا هتموت وتبقى استفادت بالصدقة وبالصلاة على النبي، يبقى مستفيدة بجميع الأحوال. إنما كنا هنقعد نقطع فيها، وهنموتها في المستشفى، وتدفع 30-40 ألف جنيه، ومش هتستفيد بحاجة، مسكينة، وآلام، وقد يكون شدة الآلام تخليها تقول كلام ما يلقش، تقوم تموت ناقص. فهمت ازاي؟ فكده احلى. فاذا كنت انت في علمك جاهل، فكيف لا تكون جاهلا في جهلك؟
وعشان كده سيدنا ابو الحسن لما يقول لك اذا اخترت فاختر الا تختار. كان ساعات في امتحان الدكتوراه يجي الاساتذه، كنا نمتحن كده في الشفوي 10 اساتذه كده قاعدين، ويقعدوك انت في النص عشان يختبروا يعني قوه اعصابك، ما انت هتطلع جراح بقى لازم هتواقف في المواقف، فيقعدوك في النص بقى ويقعدوا بقى ايه يعني ياكلوك اكلك منين يا بط. فيجي يسالك بعضهم بقى يعمل ايه؟ يسيبوا بقى اقدم واحد يتكلم بقى، هم 10 قاعدين بس يسيبوا اقدم واحد فيهم يتكلم لو يفتح الموضوع. فيجرك في الكلام يقول لك يا ابني انت مذاكر ايه اكتر حاجه تحب نسالك فيها؟ الطرق كلها مسدوده على الخلق الا من اقتفى اثر الرسول عليه الصلاه والسلام. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت ابا عمر الانماطي يقول، سمعت الجنيد يقول، لو اقبل صادق، مش اي واحد بقى ده صادق، على الله الف الف سنة يعني مليون، ده يعني على سبيل المبالغة، ثم اعرض عنه لحظة، غفل عن الله لحظة، كان ما فاته اكثر مما ناله. يا خبر ابي، وعشان كده ربك سمى ايه يوم التغابن، سمى يوم القيامة ايه التغابن. التغابن يعني يوم الايه الخسران. حتى الصالحين يلاقوا نفسهم خسرانين ليه؟ لانه ما استزادش من العمل. والكافر يلاقي نفسه خسر كل حاجه لانه لقى نفسه من اهل النار. فالكل يوم القيامه خسران، تصور ليه؟ لانه هيلاقي لحظات الغفلات عن الله كان ممكن يستثمرها بطريقه اعلى. ده ايه ده؟ يوم يعض ايده ندم وهو من اهل الجنه ويعض ايده. ليه؟ لانه كان ممكن يستزيد. وعشان كده ده سر تسميته بيوم التغابن. والتغابن هو الغبن، والغبن هو الخسران. خدت بالك؟ ايوه، الصحه والفراغ خسران، يخسروها يضيعوها. ايوه ايوه طبعا طبعا. وقال الجنيد من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث، يعني من لم يعلم القرآن، يحفظ هنا بمعنى يعلم، لان كان زمان الحفظ يقتضي العلم، مش فاقي هو قاعد يردد وخلاص، لا، كان زمان في الجيل الاول اللي يحفظ القرآن معناه يعلم القرآن، مش هو تسجيل وخلاص شغال، لا، يحفظ يعني يعلم. من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث، يعني يتعلم القرآن والسنة، لا يقتدى به في هذا الأمر. خلاص بقى حل المشكلة بتاعتك ومعاداتك للصوفية، واعرف ان الصوفية هم أهل القرآن والحديث، والحقيقة كده. لا تجد محدث من المحدثين ولا حافظ من الحفاظ إلا وكان صوفي. ابن حجر العسقلاني كان صوفي، واخد بقى كل المحدثين، الإمام النووي في الفقهاء كان صوفي، الامام الشافعي كان متصوف، الامام احمد بن حنبل كان يحضر للحارس المحاسب. الله الله، هتروح فين انت يعني؟ الله. سيدنا ابو حنيفه كان يحضر لسفيان الثوري، وسفيان الثوري كان راجل كبير في علم التصوف. الله. هتروحوا فين انت؟ كل الائمه كان ليهم باع كبير في هذا الطريق، لانه هذا الطريق هو طريق المحسنين. وربك يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان أي الذي صار في طريق الإحسان وهو مراقبة الله عز وجل إلا الإحسان في الآخرة؟ ولما كان الإحسان هي أن تراقب الله في كل شيء وتقصر طرفك عن كل شيء عما سوى الله، من الله عليك بقاصرات الطرف. قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان، فجعلها لمين؟ قاصرات الطرف للذين قصروا طرفهم عما سوى الله. لكن المؤمنين المعتدين اللي هم اهل الاسلام والايمان ولم يتطرقوا الى طريق الاحسان ومن دونهما جنتان، دول ياخدوا بقى حور العين، خيرات حسان، لكن ما قال لهمش قاصرات الطرف، لان كانت لهم عين على الخلق وعين على الحق،
فلم يقصروا طرفهم عما سوى الله، فأخذوا نصيبهم من هنا ومن هنا، فربنا اداهم حاجة تناسبهم، فجعل لهم من دونهما جنتان. ولكن لمن خاف مقام ربه جنتان دول للمحسنين، اللي هو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ده المقام العالي، ده أعلى مقام، ده مقام أهل التصوف الذين تحققوا بهذه المعاني. وأهل التصوف هم الفقهاء علماء القرآن وعلماء السنة، هم دول الذين تحققوا وصاروا على نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. علمنا يعني دليلنا، الدليل بتاعنا جاي من القرآن والسنة. ليه ما قالش القياس والإجماع؟ لأنه كله يرد للقرآن والسنة برضه، فهمت؟ يعني قبل قال لك الأصل، لكن في القياس والإجماع مردودين للقرآن والسنة برضه. يبقى علمنا أي دليلنا للوصول إلى الله هو القرآن والسنة، لا الخواطر التي تأتينا دون أن نحكم فيها القرآن والسنة. في ناس يقول لك أنا ماشي مع خواطر قلبي، أنا قلبي ده ما يخيبش، زي ما يقول لي أمشي، ها وأنت جاي ومربي دقنه طول كده ومعاه سبحة 20 متر، ها وأنت جاي ما يمشي ورا الخواطر. طب ما الخواطر تخيب والخواطر تضلل، ممكن تيجي من الشيطان. لكن لازم كل حاجة، حتى إذا جالك خاطر لازم تحكم فيه القرآن والسنة. هتحكم فيه القرآن والسنة وانت ما تعرفش القرآن والسنة؟ يبقى لازم تتعلم القرآن والسنة عشان تميز بين الخواطر الشيطانية والخواطر الرحمانية، فتسير مع الخواطر الرحمانية وتترك الخواطر الشهوانية. فدي هامة جدا، لأن علمنا هذا يعني دليلنا إلى الله، الدليل إلى الله هو القرآن والسنة، دي اللوحات الإرشادية في الطريق إلى الله. اللوحة الإرشادية يقول لك باقي كذا كيلو سهم كده، حود قدام يمين، حود. من غير اللوحات الإرشادية الطريق أنت ما مشيتش فيه، حتوه ولا مش حتوه؟ تتوه طبعا، تتوه. فلازم يبقى فيه لوحة إرشادية طول ما تمشي ويطول بيك المسافة، تلاقي لوحة كده تطمنك أنك أنت ما زلت في الطريق، وإلا هتلاقي نفسك ما مش هتوصل. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول، سمعت أبا علي الرودباري يقول عن الجنيد، مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. مرة يقول علمنا ومرة يقول مذهبنا. العلم هو الدليل والمذهب هو السلوك، فهمت ازاي؟ العلم هو الدليل والمذهب هو ايه؟ هو التطبيق. العلم هو الدليل والمذهب هو التطبيق، يعني السلوك، يعني مش يتعلم وبعدين يبقى سلوكه مخالف لعلمه، لا، ده بيعمل بعلمه، ده ما بيكرروش. انت خد بالك العلماء دول ما بيكررش، مش هو بيكرر، مش لسه فوق السطر اللي فوقيه بيقول علمنا؟ طب ما ليس كل علم يتبعه عمل، فهو عايز يقول لك ان احنا الاول نتعلم وبعدين نذهب وراء ما تعلمناه، ادي المذهب اهو. يبقى المذهب هو السلوك، هو التطبيق مطابقا لما علم من القرآن والسنة، فهم؟ وقال الجنيد، علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش حركة يعملوها الا ويجيب لك وراء حديث او فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ادي معنى مشيد. انبأنا محمد بن الحسين رحمه الله قال، سمعت أبا الحسين بن فارس يقول، سمعت أبا الحسين علي بن إبراهيم الحداد يقول، حضرت مجلس القاضي أبي العباس بن شريح، ده كان قاضي كبير في بغداد ابن شريح، فتكلم في الفروع والأصول بكلام حسن، عجبت منه، فلما رأى إعجابي قال، أتدري من أين هذا؟ يعني من أين هذا العلم؟ قلت، يقول به القاضي، يعني أنت بتقول به، هو تصور أنه هو نابع منه يعني واجتهاده. فقال، هذا ببركة مجالسة أبي القاسم الجنيد، يعني شوف علمه لما بقى قاضي، ده دليل أنه كان متبحرا في علوم الشريعة وفي علوم الأصول. وقيل للجنيد، من أين استفدت هذا العلم اللي أنت بتقوله؟ فقال، من جلوسي بين يدي الله 30 سنة تحت تلك الدرجة، وأومى إلى درجة في داري، يدل على دوامي
مراقبته لله عز وجل ومدارسته للعلم. مش بسهولة يعني، ده قعد 30 سنة يدرس تحت درجة في بيته مكان كده بيقعد يذاكر فيه، واخد بالك ازاي، ويراقب الله عز وجل، مش واخدها كده يا دوب قعد له كده سنة ولا اتنين يعبد ربه ويقول انا ليه ما اتفتحش عليا، انا ليه ما عرفتش حاجة. هو انت هيتفتح عليك وانت في اولى حضانة؟ حاجة غريبة قوي. انت بتروح حضانة بتعمل كي جي 1 وكي جي 2 سنتين وحضانة، لسه ما سمحولكش تمسك القلم لحسن تخزق بيه عند زميلك، وبعدين تخش اولى ابتدائي حلاني بقى، وتانية ابتدائي، وبعدين الوقت يعني كمان هيخلوها ستة ابتدائي. ربنا يعني أثر علينا الأمور سبحانه وتعالى. وقيل للجنيد من أين استفدت هذا العلم؟ فقال من جلوسي بين يدي الله، بين يدي الله يعني مراقبا لله. شفت كلامه بقى؟ ادي معنى بين يدي الله، لان مش بينية مكان، مش بينية ظرفية يعني للجماعة الجهلة، انت عارفه، بين يدي الله عز وجل 30 سنة تحت تلك الدرجة واومى الى درجة في دار، يعني المكان اللي كان بيذاكر فيه ويعبد فيه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يحكي. مين سيدنا أبا علي الدقاق؟ شيخ عبد الكريم الكشير المصنف، شيخه على طول اللي خد منه الطريق. سمعت الأستاذ أبا، وعشان كده يقول لك سمعته، يعني هو بيروي عنه مباشرة. ها؟ سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يحكي ذلك، وسمعته يقول رؤية في يده سبحة بدع. ده كان في القرن الثالث الهجري اهو. هم متصورين العيال الاونتاجيه ان السبحه دي احنا اللي عاملينها بقالها 20 سنة. ده كانوا في القرن الثالث الهجري هم ماسكين سبحه. واكيد هو مسك سبحه شاف شيخه اللي قبله كان ماسكها، وشيخه اللي قبله شاف الصحابه ماسكينها. هيقول لك اصل احنا ما شفناش الصحابه، انت شفت الصحابه، تعرف مين من الصحابه. لو عدلك طب قول له قول لي العشرة المبشرين بالجنة. والله ما يعرف يعده. قول لي يا سيدي، قول له بس قول لي العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة. بس اقول لك احنا ما شفناش الصحابه مسكوا سبح، انت شفت مين في الصحابه يا وانطجي؟ حاجه غريبه قوي، حاجه غريبه الشكل. ستنا عائشه كان عندها سبح، وسيدنا بلال كان عنده سبح، بس ما كانوش ربطنا بفتح، كان حاططهم في كيس، مفرطين في كيس كده. كل الحكايه ان هم بعد مرور الزمن لما لقوهم بيذيعوا خرموهم وحطوا لهم فتح، يعني الفتله هي اللي بدها. حاجه غريبه قوي، يعني شيء عجيب، العالم دي شيء عجيب، مخ عجيب الشكل. رؤية في يده سبحة، ده سيدنا الجنيد يجي يفتكرني انا ماسك سبحة دلوقتي يقول لي بدعة، وانا اللي ألفتها يا ابني، ده انا اتولدت والله لقيتها في بيتنا متعلقة، والولد دي بتاعت جدك، وجدي دي برضه مش هو اللي عاملها. حاجة غريبة أوي، يجي انا يؤاخذني انا. رؤية في يده سبحة، وكان راجل وصل بقى ما شاء الله وشغال برضه بالسبحه، قاعد شغال. فقيل له انت مع شرفك تاخذ بيدك سبحه زي المبتدئين؟ فقال طريق به وصلت الى ربي لا افارقه، اي بالذكر، لا افارق الذكر ابدا لاني وصلت الى الله بالذكر. فكنا عن الوسيله، عن وسيله الوسيله الى الوسيله، فالسبحه وسيله الوسيله، فالوصول إلى الله وسيلته الذكر، ووسيلة الوسيلة هي السبح، فكنا عن وسيلة الوسيلة بالوسيلة. فهمت إزاي؟ قال طريق وصلت به إلى الله، يعني الذكر مش السبحة. السبحة ما هي، طب امسك السبحة في إيدك كده واقعد استنى واحد صاحبك تلاقيها تفكرك بالذكر، صح؟ طب ما تخليهاش في إيدك واقعد استنى صاحبك، واقعد اتفرج على الستات اللي رايحين جايين بقى، ما هتفضى بقى. لكن هي تذكرك، دي لا شك فيها، تذكرك على طول، طول ما هي في ايدك تقوم ايه تستغفر، تقول سبحان الله، تصلي على النبي، شغال، تلاقي نفسك شغال اوتوماتيك، حاجه سبحان الله، لانها صارت وسيله لوسيله، فتذكرك على طول. زي كل ما تلاقي الميه جنبك اهو، الازازه دي ميه جنبك اهو، بقت وسيله لجمع الماء، تقوم تذكرك بالميه، تقوم كل شويه تروح تشرب شويه. لو مش جنبك ولا هتطلب الميه، ولا هتطلب ولا هتفتكرها، صح ولا لا؟ الا لما يقرصك العطش، كذلك كده
طب حط جنبك كده ايه المصحف، خليه باستمرار جنبك كده، وبعدين كل ما انت قاعد فاضي مفيش تليفون بيرن، مفيش حد يشغلك، مفيش داعي، روح ماسك المصحف قاعد شغال لانه جنبك يفكرك على طول. حط جنبك روزا اليوسف والعياذ بالله، نفس الحكايه نفس الحكايه، هتلاقي نفسك فاضي شويه جرة اقعد، يفضل ايه يخش يعمل لك